يلا شباب، اول سؤال يا شباب. فرحنا وابدا المره اللي فاتت عند خالد ماجد، ماجد خالد و 6. طب استنى بس الاول، في حاجه قبل 6؟ عمر احمد بيقول لي كويشن نمبر 6، في حاجه قبل 6؟ احنا حلينا حد 3 المره اللي فاتت ولا حلينا 2؟ ماجد خالد ناقشنا نقاش طويل في كويشن نمبر 2، صح كده؟ ازي حضرتك يا مستر؟ حبيب قلبي ازي صحتك؟ الحمد لله. انا حليت المره اللي فاتت 2 يا مي نور الدين، ايوه احنا حلينا نمبر 2. عايزين نحل سو تاني؟ لا خلاص حلو. ها؟ لا لا نفسك فهمت ان انت عشان وقفت لحد تو. ايوه برافو عليك دكتوره مي، برافو. طيب نبدا ايه؟ حد عايز فور؟ طيب يلا يا شباب، يلا عشان ما نضيعش وقت. كويستشن فور، انت عايز فور يا يوسف يا وليد؟ مستر فور مين؟ محمد احمد. حاضر يوسف وليد، المفروض تشتري مايك. حاضر يا دكتوره، حاضر. طيب الراجل بيقول هنا ايه في الكويشن يا شباب؟ الراجل عايز يعمل ديليشن. حلو قوي. ايه الرول بتاعت الديليشن يا شباب؟ ان انا اروح يا سامه اقرا قبلها وبعدها، تعالى اقرا من اول هنا بالراحه كده بسم الله اهي. The fact is that nearly 1.2 million collisions each year occur between automobiles and deer. يلا كده افهم يا شباب، مش عايزك يا احمد يا جمال تقرا وما تفهمش. بقول لك الحقيقه كان في 1.2 مليون كده تصادم او حوادث كل سنه. occur equals happen between automobiles and deer، بين العربيات وبين الغزلان. deer دي singular وplural، ممكن تقول deer is وممكن deer are. The eastern part of the state is at a special risk for these collisions because the جزء الشرقي ده من امريكا فيه مشكله. ليه؟ because a deer turned to roam freely. تروم يعني تقعد تلف وتدور. wander equals wander freely and plentifully around the region. ان الدير بتقعد تلف كده وتدور وتحوم. روم ممكن تقول تحوم بحريه كده وبطلاقه كده في المنطقه. طب كمل. For all their adaptations to human life، يعني عشان تتوافق مع الحياه الانسانيه. deer have not، يبقى يعني deer بيقصد ان هي جمع. deer have not developed a way to deal with traffic. طيب تعالى نقرا كده. ساعات انت، انا قلت لك امتى السؤال بيكون سهل وامتى يكون صعب في اسئله الادنج والديليشن. يوسف وليد قال لي بيبقى سهل قوي لما انا اقرا السنتنس واستشعر، او انا اقول كده لما اقرا كده اعمل perceiving، اقول I can add it or I cannot add it، يعني اخد قرار. لما اكون رايح جاي كده، لما اكون رايح جاي، تعال ندور ونشوف نعمل ايه ونشيل. طيب kept because it provides a detail that explains the statistics given in the previous sentence. فدول ممكن بيتكلم على previous sentence دي، يعني دي مش غلط. يعني هو بيتكلم على البريفيس سينس اللي بيتكلم ان في 1.2 مليون مش عارف حادثه ولا كده. كيت بيكوز ات هيلبس تو اكسبلين واي كار ترافل از سو دينجرس ان ذا ستيتس. لا مش صاحبي غريبه. برافو عليك، يعني دي مش بتدي ريزن قوي دي. يعني هو مش بيشرح يا ليه سود خطر قوي، يعني مش ده، مش ده المعنى من الكلام. فتقول لي، هتقول ان ايز عارفين انها خطر. خطر بسبب الديرز، بس هو مش كمان مش يونايتد ستيتس كلها، هو بيتكلم في الايسترن يونايتد. هو بيتكلم على الايسترن بارت اوف ذا ستيتس، ما قالش ان ذا ستيتس برضه. يعني يمكن دي سكند ريزون كمان مش الفيرست ريزون. دي لوك ات بيكوز ات اسكوز. اسكوز اسكيو يعني ايه؟ يعني كده بتلف بتنخرب بتخرج بره الموضوع. باسج فوكس اون ذا مور سيريس كوز اوف اوتو اكس. غلط، هو ما خرجش بره الموضوع، هو في صلب الموضوع. بيقول لك بيتكلم على الدير بالتحديد. الاذر كوزز ديت كانت في الانترودكشن، لكن مش ده اللي بيتكلم عليه. وهو هنا كمان لما بيقول لي سكوينج، يعني 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 خرج بره، هو ما خرجش فيها. هو بيتكلم قبليه عن الدير وبعدها عن الدير، وبيقول لي الدير كذا كولوجنز، وبعد كده بيقول لي بتعمل رومنج ازاي. فهو هنا مش خرج، ما اقدرش انه عامل سكوينج. يعني بيكوز ات اندرماينز. اندرماين ايكوالز ويكن. هي مش اندرماين يعني كونتراديكت؟ يعني ممكن تيجي ساعات، بس الافضل نقول ويكند احسن، بتضعف يعني. ماشي. The passage claim that deer are useful members of any ecosystem. ما قالش ان هي ايه؟
يعني اعضاء مهمه في كل كمان مش اندرمايند يعني هي مش بتضعف حاجه ولا بتنقد حاجه فاي ثينك انت شوت بي اي سهل كده. ماجد خالد بيقول لي 3 مش انا مره فاتت حلنا 3 يا شباب انا ممكن تورين بس قلت لي بس افتكر لو كنا يعني بص عليه بص معلش نو كومبايند افتكرت خلاص والله. يوسف وليد الناس اللي طالبين كوشن 4 فيهم حاجه فيهم حاجه حاضر يا سلم تمام ادم هو كوشن 6 ده صعب قوي كده الدرجه دي طيب تعال نشوف كوشن 6 طب تعال نمشي ادم محمد كان ادانا رولز مهمه جدا ادم محمد لما احنا رحنا سنتر مدينه سنتر مهندسين كان في قلب المهندسين فادم محمد قال لي السؤال ده انا متذكر كويس قوي كان بيقول لي ما اعرفش احله فادم السؤال ده انا متاكد ان الاجابه بي بس الانسر مش بيقول انها بي نعم الانسر مش عارف ليه بيقول انها مش بي بس انا متاكد انها بي طيب قلت لك بقى ما تديني ما تحرقليش السؤال ما تحرقليش السؤال بقى ده انت راجل استاذ ماشي كده ماشي sentence 4 هو ادم محمد علمنا ايه ادم محمد قال لي لما يجي لك سؤال زي ده الاول تروح تقرا sentence 4 طب بعمل ايه يا باشمهندس ادهم قال لي اهتم جدا اقرا الكلام وافهمه واهتم باوله واخره قلت له حاضر قال لي وشوف مثلا لو في مين فيرب حاضر dear are لو انا dear ممكن تيجي بمعنى غزال او غزلان dear are thus able to reproduce يعني تتكاثر تنمو reproduce without restriction من غير اي قيود dear are thus able to reproduce معنى كده انه بيتكلم عن حاجات عن حاجات مهمه قوي انا افهم من السنتنس دي انه بيتكلم من غزلان بيتكلم عن reproduction ولو هم بيعملوا reproduce من غير restriction يبقى ما فيش predators يبقى مفروض بعد sentence 1 يا عم مصبر نيه طب نعمل ايه انا مش عارف تحدد حد صوتك عليا ولا ايه ماشي before sentence 1 تعالي اول sentence 1 كده يا عم عمر قال لي part of the reason that deer population have grown as much as they have that deer face no natural predators in the eastern states تعالي تحطها هنا حطها بعد the eastern states انا شايفها ممتازه طب هقراها كده معايا part of the reason that deer populations have grown as much as they have is that deer face no natural predators in the eastern states انا فهمت السؤال فهمت غلطتي خلاص deer are thus able to reproduce without restriction large scale development and hunting have eliminating this threat انتوا لسه بتتكلم على 1 عشان كده انا نسيت ان 2 كده لا غلط دي مش غلط ما ينفعش احطها هنا طب تعالى انا كده after sentence 2 large scale development and hunting خد بالك بيقول development and hunting have eliminated this threat لغى التهديد ده طب لغى ايه اللي حصل؟ deer are the بناء على الغاء التهديد ده الديرز تقدر تحصل ايه؟ reproduction يبقى المفروض احطها هنا بقى صح؟ انا ما قريتش 2 لقيت 1 ينفع تبقى بعدها بس ما خدتش بالي ان في اكبر غلط احنا قلنا رول احمد جمال علمها لنا رول نمبر 3 في الاس اي تي كان ذكرها مش عارف الدكتور مين في مصر هنا قال لك ايه ساعه الغلط بنطرطش زلط او بحاجه يا ريس ما تستعجلش دو نوت بي هيستي دي اول حاجه من قواعد الاس اي تي اللي علمها لنا احمد جمال ماشي كده انا قلت لك 100 مره يا شباب لما نحل اي سؤال اس اي تي وتلاقي الاجابه ما تستعجلش وده انا كنت زمان كنت اخد الغلطات دي ليه؟ كنت اقول ما خلاص هي الاجابه خلاص لا غلط طبعا انا المفروض يا ريس انا اقرا مره واثنين وثلاثه لان انا بقول لك يعني انت كل اللي انت بتكون دقيق وراجل يعني اختياراتك مظبوطه لا اجابتك بتكون صح وتقلل من اخطائك يبقى انا اي ثينك انسر ومين ده يبعت لك يبعت لك مين ده بس يا جدعان نعطينا خلاص بالشغل بحيث دي عايز يلا ده طب مش عارف تسمع شوف معايا كده يا شباب معلش بس لسه ما شوف عندها مشكله طيب في اسئله تاني في حد يا شباب ادم محمد مش فاهم كويشن نمبر 6 ولا فهمت كده رزين عايز كويشن نمبر 7 حاضر
تمام. كويشن نمبر 7 ده يا شباب، انا قلت لك اول ما بتلقى كلمات مختلفه، ده سؤال ايه يا رزان؟ قالت لي ده سؤال word choice. طب بنعمل فيه ايه ده يا رزان؟ ده قالت لي في دكاتره في مصر عاملين فيه هب. ايه الهب؟ في السعوديه برضو الهب ده اصلا ظهر في السعوديه اصلا. قال لي تيجي يا ايه يا دي، بتيجي سؤال بيجي ايه يا ايه يا دي. حلو قوي. طب تعال نجرب الكلام ده، هل الكلام ده صح؟ الكلام ده عند هطل مش كده؟ طيب باف ده opines مش كده؟ برافو عليك شاطر شاطر ده عمر. The mountain lion، انا قلت لك بقى تحل ازاي تقرا الكلام كله. Lion populations of the west as evidence، يعني اقتبس الدليل ده. اقتبس يعني كوت صح كده؟ equal sites، استشهد بالدليل ده، جاب الدليل ده، يبقى must be B. بقول لك استشهد بالدليل ده، انت بتتكلم لك انا استشهدت بالدليل، يعني الايفيدنس ده لازم اقول له ايه؟ لازم اقول له سايتس ايكوالز كوت. هو كلمه سايتس معظم المرات بتيجي مع الايفيدنس، سايت ايفيدنس يعني، دي معروفه يعني. ايوه ده كلام اسمه كلام ايه بقى؟ اسمه ايديوماتيك انجلش. اه يعني ايه بيجي مع ايه؟ بعرف الكلام ده منين؟ اكسبيرينس. مش بتيجي بقى ايه ودي بقى؟ بعرفه من الريدنج. بعرفه منين؟ الريدنج، لما اقعد اقرا كتير واحل باج كتير ريدنج، وارى نوفلز، وارى اسمه ايه ده في CNN، ارى ريبورتس، ارى الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي بتعلمني الايديوماتيك انجلش، ان مستحيل حد يلم الايديوماتيك انجلش ويقعد يحفظها، ده شيء شق جدا. انا فكرت اعمل كده زمان في بدايه حياتي سنه 95 وتعبت جدا جدا في القصص دي. طب كويشن نمبر، في حاجه ده عايز حاجه قبل نمبر 9؟ سلمى ايهاب، الدكتوره الغاليه سلمى ايهاب كده يا شباب، في اتنين غايبين. هل سلمى شوقي دخلت؟ لا سلمى شوقي لسه ما دخلتش. ذكرى صالح انت موجوده اهي. مين تاني غير انس خالد؟ طبعا المعتاد دي متاخر ولا ايه؟ انس خالد موجود؟ كنت فيلم حمضان ده كل مره فيلم حمضان. طب نمبر 9، نمبر 9 ده سؤال يا شباب ركزوا معايا. لما بحرب محمد الجندي طلب مني فيديو جديد وفيديو بتاع ترانزيشن عشان يعمله. حاضر يا جوفاني. ده سؤال اسمه ايه يا جوفاني؟ قال لي اسمه سؤال، اسمه سؤال ترانزيشن. نشرنا فيه فيديو امبارح على يوتيوب عشان الناس تتفرج عليه. حلو قوي. اول حاجه بص هنا، اول حاجه تعملها في سؤال ترانزيشن تشوف في ايكوال ووردز يو كان اليمينيت ذم توجذر. يعني انت ممكن تشوف كده كلمات متساويه تقول لي زي ايه؟ يعني مثلا بقول لك ذير فور، لو لقيت معاها واحده مثلا زي بيكاز او ذاس او از ريزالت او از ساتش، او لقيت معاها مثلا حاجه مثلا زي اكوردنجلي او سيكونتلي كونسيكونتلي، يبقى رئيس على طول تشيلهم مع بعض. لك 7 ووردز في الكوز والافكت. حلو كلام جميل قوي. طب هل كل هنا طب لو لقيت مثلا فيرذر مور وين اديشن تو مور اوفر، اي واحد اي اثنين من الثلاثه دول تشيلهم مع بعض. بس لو مثلا لقينا ذير فور وبيكوز في اول السنتنس، بيكوز هتبقى غلط بس ذير فور مش شرط. يعني هو انت جيت تركي حلوه كده بس يعني ما بدناش في اي امتحان، بس كلامك برضو جميل. يعني لما يقول لي مثلا حصلت قبل كده في كونترست جت حاجه اوذو بس في اول السنتنس، بس هي كانت كونترست. لا ده برافو، دي قصه ثانيه. الكونتراست او الكونتراست بيعمل كده فعلا، بيتعمد يجيب لك مثلا حاجه زي ام. انا لسه ما كملتش كلامي. هم في مثل مصري بيقول لك لو صبر القاتل على المقتول كان ايه؟ كان قتله. هنا في مصر بيقول لك كان مات لوحده، ناس هبله يا عم. حلو كده؟ هو ليه اولزو؟ احنا لسه بتوصل لستيل. ستيل دي كونتراست مش كده؟ الكونتراست مش ايكوال، والدليل على كده لما يجيب لك اولزو ديسبايت، لما اولزو ديسبايت معنى واحد صح كده؟ لكن اولزو بيجي بعدها اندبندنت سنتنس، وديسبايت بيجي بعدها ديبندنت سنتنس. يبقى انا ما اقدرش اشيل اي نوع من انواع الكونتراست مع بعضه الا اذا كان السنتنس ما فيهاش كونتراست مش كده؟ طب بنعمل حل السؤال ده ازاي؟ الواد احمد جمال كان علمنا حاجه جميله قوي. محمد فرج قال لي الاول ما تقراش الكلمه دي. قال لي اما تقوم اعمل ايه؟ قال لي اقرا السنتنس اللي قبلها الاول. اهي. And it doesn't seem that introducing this first animal back into the wild would be beneficial enough to offset its terrorizing costs. Okay, well, Buff and her team say these predators could save approximately 5 times as many people from deer. لا لا لا. ده بيقول لي كلام وعكسه. صح كده يا شباب؟
بالظبط. لازم اقول له ايه؟ still بالرغم من ده او ما زال كده equals however. هنا ما يجوش يقول له inevitable. انا كنت حاسس ان المفروض يحط nevertheless احسن هنا بس ما كانتش موجوده. يحط nevertheless هنا احسن. والله برافو عليك. كان ممكن يحط nevertheless هنا كانت تبقى جميله. still مش حلوه قوي بس هي الوحيده فخلاص. برافو عليك. ما هو still لا اصل still ليها معاني مختلفه. still equals yet بالرغم من ده ممكن تمشي. ما ايكوز نيفرز ذس برضه شغال صح كده يا سلمى؟ طب سلمى فهمت. ومي نور الدين بتقول لي كلام جميل قوي. هل جوفاني البير فهم حاجه؟ طيب تاني عشان الناس اللي ما فهمتش. لان انا جالي كلام من ناس تلامذه عندي ان في ناس بتقول احنا فهمنا وهم ما فهموش. عاملين حركه يعني. احنا بنعمل ايه الاول يا شباب؟ بنقرا السنتس الاولانيه وبعد كده بنعمل ايه؟ بنقرا السنتس الثانيه زي محمد فرج معلمنا. بعد كده محمد فرج قال لي بسال نفسي ايه ريليشن شيب بتوين ذا تو سنتنسز؟ وانا هنا بقول كلام وعكسه افكر في الكونتراست. هل هنا بعمل حاجه وسببها افكر في الكوز والافكت زي ذير فور زي ذير ذاس. هل انا مثلا بزود على الكلام بختار حاجه زي فيرذر مور او حاجه زي انديد حسب بقى المعنى الموجود. ماشي كده يا شباب؟ طيب تمام. حد عايز كويشن نمبر 10؟ زمين جميل حاضر. ماشي يا حنين. 10 راجل بيقول لي the question now is whether the data are. حلوه دي برافو عليه. ما قاليش the data is. خد بالك ان في خلاف في العالم بين الداتم ديت سنجلر وديتا بلورال. ها؟ داتم سنجلر وديتا بلورال. لا ديتا على طول في الاس اي دي ديتا بلورال. لو قال لك ديتا از وديتا ار. ما هي عشان الكلمه ديت ليها سنجلر بيتكتب سبيلنج ثاني هكتبها في الشات. ايوه ديتم. ايوه برافو عليك صح. عشان كده هي بلورال على طول. بديت بلورال على طول. طب وكلمه الكلمه الثانيه برضو ايه تيجي بلورال على طول في الاس اي تي؟ قال لي كلمه بوليس. بوليس؟ بوليس ار. على طول بوليس ار. عشان زرقاء. بوليس فورس. قال لي هنا بيقول لي ايه؟ ذا كويستشن ناو از ويذر ديتا ار سفشنتلي اوفركامينج ولا جود اماونت تو اوفركام ولا اناف تو اوفركام ولا اناف فور اوفركامينج. طبعا مفيش حاجه اسمها اناف فور اوفركامينج صح كده؟ ومش مقول. انا كنت فاكرها صح يا مس. ايه؟ انا كنت فاكر ان هي دي. لا دي؟ ليه غلط؟ حاجه اسمها enough for overcoming. كفايه لمواجهه كذا او يقولوا enough to overcome. طب ليه مش enough for overcoming؟ يعني ده مش idiomatic. في حاجه اسمها enough for overcoming؟ لا مش كده. مفيش expression اسمه كده. ماشي. قولوا the question now is whether the data are enough for overcoming public concerns. ولا enough to overcome. تقول enough to overcome. انا حسيت ان السي مش صح. عندي وورد جدا. في حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها good amount in overcoming برضه. يعني ما ينفعش دي غلط طبعا. انا هنا ما ينفعش اقول له coming. مفيش حاجه اسمها enough. انا بقول له enough to overcome. يعني نتغلب على الحاجه دي. مش اقول له برضه sufficiently overcoming. The expression of idiomatic English. بقولها ازاي؟ enough to overcome. should memorize it. لازم تحفظها. ماشي كده يا شباب. حاج صلاح شرح جامد قوي. طب خليك بس هنا يا حاج صلاح. هنا كان ماجد خليك بيقول انا عايز كويشن نمبر 11. حلو قوي. انا هنا راجل جايب لي سؤال ايه يا شباب؟ حاضر يا كابتن عمر. ده سؤال بروناون. سؤال بروناونز. بعمل ايه؟ ابو باول ما يجي لك سؤال بروناون اقرا من اول السنتنس. If we have accepted the risks of driving tons of metal, بيقول لي we هقول له ايه؟ our احنا. مش اقول له it's بقى ولا once ولا there. انا بتكلم عننا احنا. بيقول لك احنا لو نحضر الحصه دي لازم ناخد بالنا من بعضنا. ضنا صح كده؟ صح. والضنا غالي صح يا سلمى ايهاب؟ الضنا غالي صح كده؟ في الانجليش مفيش حاجه اسمها التفات بقى والكلام ده. الكلام ده طبعا. برافو عليك. قلنا ده كده يا ست العقل الراسي ما يجيلهاش بتهرسي صح كده؟ فاهم حاجه ماجد خالد؟ بس انا كنت عاملها وانز بس انا ما خدتش بالي من وي اللي هيفهم. وتاني اهو اي سؤال يا شباب بروناون زي ما خالد اسمه سؤال اسمه الانتيسيدنت. بعمل ايه؟ اقرا من اول السنتنس. دايما بعلمك في الاس اي تي في الرايدنج سيكشن دايما يا سلمى يا ايهاب يا رزان يا علي نقرا من اول السنتنس. ده بيساعدني كتير جدا جدا
ان انا افهم كويس ماشي كده. نبعت لنا سلام على الشباب جدا شباب معلش سامحوني ناقص كده سلام سلام شباب كده ما حضرتش. طيب ماشي نروح لكويشن نمبر 12 عشان خاطر رزان. حاضر 12 اهو. اول يا شاب ما يقول لي روتس وراوتس خد بالك ان راوتس اللي هي في دي واي دي بتنطق راوت وبتنطق روت الاثنين صح. في امريكانات بيقولوا راوت وفي ناس بيقولوا روتس الاثنين ار كوريكت لكن البريطانيين بيقولوا روتس بس. انا علمتك ايه؟ اقرا من اول السنتنس والهاب دي بيقولوا ايه؟ بتيجي ايه او دي وفي ناس بتقول بي او سي وفي ناس بتقول ايه او ني. طب حلو قوي بتيجي يا ايه يا بي يا سي يا دي بس اه وانا بقول كده فعلا بقول للطلب بقول للطلب بيقول لي كده في السنتر اقول له ايه؟ يا معلم يا مستر وليد بتيجي ايه او دي؟ اقول له بتيجي ايه وساعات بتيجي بي وساعات بتيجي سي وساعات بتيجي دي. هو طبعا ما يجيش تاني بعد كده ما اشوفوش تاني. The city of New Orleans, Louisiana has always been a kind of national treasure. يعني نوع من انواع الكنز. With لا عايز مش اقول بقى مش اقول طرق جذور اصول. يبقى انا هشيل ايه؟ هشيل اي واشيل دي. عايز اقول لي ليها اصول يعني ليها روتس. In French American answer must be B. Roots in French American African indigenous cultures. ماشي كده؟ لمشتي. ما حلو برضو idiomatic English. أنا بقولش roots of French American. أنا بقول roots in French American. ده اسمه ده أنا اختار هنا in ولا of. حلو قوي. أنا جايب بعديها أماكن بقول roots in. ده اسمه ايه؟ اسمه idiomatic English but وقلنا كلام ده كبير جدا طبعا بشوفه طبعا دايما دايما مع الطلبه الشطار عندي دايما حلو معانا في السنترز بنقوم دايما دايما الطلبه الشطار دولك عشان بيقروا كتير قوي 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 حلو قوي. الطلبه دولك عشان بيقروا كتير قوي بتلاقيه دايما يحل الاسئله دي صح. لسه حتى جينا اتصال من بنتنا اهيله محمد خلف اللي جت معايا 720 محاولة مايو 2018 بعت لنا ناس اهو. شوف الناس الطلبه الحلوه تجرونا ازاي. question number 3 حد عايز 13؟ انا عايز 13. حاضر 12 تاني معلش تاني 12 ده ايه احنا هنقرا من اول السنتنس يا مين؟ مين كان عايز السؤال ده اصلا؟ ده رزان كانت عايزه السؤال ده. انا لما جيت قريت من اول قول لي يا ماجد يا خالد بيقول لي the city of New Orleans Louisiana has always been a kind of national treasure with عايز اقول لي مش بقى مش طرق في امان لا باصول بجذور ليها جذور. يبقى انا اختار بي او سي روتس ان ولا روتس اوف. انا لما اقول لي فرنش امريكان افريكان اند انديجينس كالتشرز اقول له بقى هنا ايه روتس ان فرنش امريكان roots of French American. مش شوف يعني مش مفروض الجذور بتاعت قلت لي كده يعني اصول امريكيه يعني اصول بتاعت امريكا مثلا ما هي كده المفروض تبقى اوف. ما الجذور هي الاصول بس الفكره في الان والاوف. ما قلت لكم يا شد اسمه idiomatic English مش بالمزاج. يعني مثلا ما تجيش تقول لي مثلا interested مثلا on مثلا interested in تقول لي طب انا ما بقولش interested ليه بقول مثلا perplexed by ليه ما قلتش بقول مثلا recognized by ليه ما قلتش recognized on ولا ليه ساعات بقول focused on وfocused at حسب المعنى. كل ده حاجه اسمها idiomatic English اللي هم اتفقوا على كده. نعم امتى اقول focused on وat؟ امتى اقول focused on وامتى اقول focused at؟ focused on لو انا بقول بعمل concentration على حاجه focused at لو بحوم حوالين شيء لو ايه ثاني حاجه هم يعني هي مثلا كده بلف حوالين حاجه زي سنترد ات ديفرنت مينينج سنترد اون قصدي فهمت كده هي سنترد اون ولا ات ايه دي سنترد تبقى ايه سنترد سنترز لا بقول سنتر ات وبيس فور سنتر اون برد لكن دايما لكن موستلي بستخدم سنتر ات ماشي كده ماشي. ودايما خد بالك ان في الاس اي تي زمان كان امتحان كان صعب جدا. امتحان الاس اي تي رايدنج سيكشن كان صعب كان مبني على الجرامر لكن كان الاوثر كان دايما بيجيب حاجات فيكست يعني حاجات ثابته كونستنت بتتحفظ. كان يعني في كده جدولين بنحفظهم ونريح دماغنا
الامتحان ما بيخرجش براهم. حلو كده؟ انما دلوقتي لا، هم قالوا جم في 2016 قالوا ايه؟ قالوا احنا مش هنعتمد على الجرامر، احنا مش عايزين كومبليكيتد جرامر، احنا عايزين جرامر نيوز، احنا هنجيب لك حاجات من الريدنج والقرايه والاطلاع مش حاجات جرامر. يعني يبقى انت كتر القرايه تعرفها، مش شرط تبقى انت حافظها. انت لو بتقدر كده تقول لك روتس ان فرنش افريكان امريكان، ما بيقولش روتس اوف افريكان امريكان، مش كده؟ مع انك انت لو هتحفظ هتوه هتنسى. طبعا اريكا في صفحه 66 وصفحه 65 وصفحه 67 في كتابها اريك الفيرست اديشن، حلو كده، جايبه ايجيمز كتيره. لكن هل وقت الامتحان مرتبط بالكلام ده؟ قولا واحدا لا. الامتحان الان اصبح يعتمد على زي ما انت شايف كده، على الايديوماتيك انجلش اللي بيتكرر في الحياه اللي بنقراها من الريدنج، مش على الجرامر. طيب question number 13، حلو قوي. تعال نقف السؤال ده. طبعا برضو دايما انا طبعا بلاحظ ان في ناس كتير بيجوا ما بيعجبهمش، حاضر ما بيعجبهمش حته ان انا ما بقولش يعني هاكس، يعني ما بقولكش مثلا السؤال ده على طول تقدر ديليت. انا بالعكس انا بكره الهاكس الا في الماث، طبعا الماث هو الحاجه الوحيده اللي فيها هاكس. بص انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا، طالب 90% من طلبه الاس اي تي عايزين هاكس. في الماث ماشي، بس في الانجليش مفيش حاجه اسمها كده. مدرسه ماث بقى، لكن بالنسبه لكن طبعا الطالب الشاطر جدا، انا بقول دايما الكلام ده على طول حتى في فيديوهاتي اونلاين للناس اللي بعمل فيها فيديوهات دي، بقول لهم لو انا الطالب الشاطر قلت له هاكس مش هيجي لي تاني، هيسيبني ويمشي، الراجل ده بيهرتي. لكن عايز اقول هاكس للناس اللي هم يعني مش عارفين يشتغلوا. هقول على حاجه حلوه قوي، السؤال ده دايما بيجي في الامتحان دي ليه بتيجي غلط، وانا اتكلمت معانا اهو. ها بجد فعلا؟ يعني وقت رجعنا كل الامتحانات الريل اس اي تي اللي جت عشان يبقى ديليت صح نادر الندره. طب جت صح امتى؟ في مارس 2019 النسخه الانترناشونال كويشن نمبر 29، جاب لي ثلاث مرات على غير الاعتياد. وحتى انا خالد ساعتها حل السؤال ده صح، لو فاكر معايا وقت وقت معانا اونلاين حل السؤال ده صح، لان جاب لي ثلاث مرات السؤال ده، ثلاث مرات ترانزيشن كويشنز وفيهم ديليت على غير المعتاد. حلو كده؟ لكن هنا في مصر بيقول الطالب اختار ديليت، لان لو مشيت ورا كلام الهاكس ده اهو في اي امتحان اس اي تي هجاوب الاسئله كلها غلط بنسبه 99%. طب اعمل ايه؟ ارجع للرولز اللي انا بقولها اللي اتعلمناها من ادهم محمد. صاحب ادهم محمد صاحي ولا نايم؟ ادهم محمد يا جماعة، قلت المرة اللي فاتت مفيش طالب ما يكونش معاه مايك. أنا محمد اللي نايم ما جبتش المايك ليه؟ وقلت أي طالب بيقول لي المايك بايظ قلت لك صلح المايك عند السمكاري. When Hurricane Katrina nearly wiped the city off the map، مسح كده المدينة، صح كده؟ مظبوط. Katrina brought new attention to the state demonstrating how much would be lost if New Orleans were to disappear. طب هو رئيس يعني هي وايبت اوف بعد كده attention يبقى contrast. يا رئيس ده في سيم سنتنس. انا بعمل ريليشن بين ذا تو سنتنسز يا عم عمر. هو انا قلت هنا ايه؟ قلت هنا عكسه. ايوه في السنتنس اللي فاتت قالوا نيلي وايبت ذا سيتي اوف، وهنا بيقولوا كاترينا بروت نيو attention تو ذا سيتي، فعكس يعني مره وايبت ات اوف ومره بروت نيو اتاك. ده لحظه بس لحظه، بيقول لي وين، تعالى انا اكمل قبليها يا عم، ريح نفسنا. This has become even more apparent، more apparent صح كده؟ Since 2005 when Hurricane Katrina nearly wiped the city off the map، مش كده؟ Katrina brought new attention to the city. The contrast. Contrast يعني wiped the city off the map، يعني قاعد تفتش كده تمسح كده المدينه. مش معناها ان هي يعني دمرت المدينه خالص، وهنا دلوقتي بيقولوا بروت نيو اتنشن تو ذا سيتي، يبقى بالعكس بروت نيو اتنشن. ايوه ماشي، كل هنا بيقول ان هي مسحت المدينه خالص ومحيتها، مش وبقى جايب لك ده جاب انتباه ليها، مش معنى كده ان بقول عكس كلامي، انا بكمل على الكلام عادي. انا حتى ده كان اللي بدي اكزامبل ولا كوز افكت. اول حاجه بس الاول بس عشان ما ننساش، احنا هنشيل سي وهنشيل اي، انا مش بدي اكزامبل. حلو كده؟ وين تقرا التو سنتنس كده من غيرها؟ اقراها كده، هقراها كده من غيرها خالص. When Hurricane Katrina nearly wiped
the city of the map. Katrina brought new attention to the city, demonstrating how much would be lost if New Orleans were to disappear. بصراحة شايفها كونترست قوي وشكلها غريب من غير حاجة. بالعكس انا والله العظيم اول مره قلت كده، قلت ما يعني ما مش محتاج اي حاجه نحطها، يعني مسحت المدينه من الوجود وبعد كده بيقول جابت انتباه للمدينه، يعني بالعكس خلتها كونسبيكوس اكتر مش مساحتها. انا مش بعد كده بقول لك كاترينا بروت نيو اتنشن تو ذا سيتي ديمونستريتنج هاو ماتش كود بي لوست اف نيو اورلينز وير تو ديسابير. مش معنى كده ان انا بعكس الكلام ده، بقول لك ان هي عملت انتباه ليها، مش بتكلم على حاجه ان هي محتاجه او ما محتاجهاش، يعني كده مش بخالف اللي بقوله. تفكر في المعنى بس كويس بتاع تو سنتنسز، هي مش بتعكس كلامها، هي مش بتعكس كلامها. طب زي brought new attention، Katrina brought new attention to the city demonstrating showing how much would be lost if New Orleans were to disappear. ايه الكونترست هنا ده؟ اختار however ليه؟ عشان wiped off و attention. انا مش عارف حاسس انهم عكس بعض، معنى مش مختلف. ماشي ماشي، في حد عايز 14 يا شباب؟ كله عايز 15؟ حاضر. و15 ده صعب قوي كده. طيب ماشي، حاضر يا رجعينا. رجعينا بيقول لي هنا ايه في بتاع بس شيء بس. The riders could see deleting. عايز يعمل delete. تعال نقرا قبلها وبعدها. New Orleans is seen as the birthplace to jazz music. يعني New Orleans هي طبعا ان هي طبعا دي New Orleans طبعا دي مدينه من مشكله كبيره جدا. بعدين فجاه جاب جمله ما لهاش علاقه باي حاجه وبعد كده كمل، فاكيد تتشال. Louis Armstrong was born in New Orleans in 1901 and began playing trumpet at any early age. The annual jazz fest celebrates his heritage and groups like. من برضو انت جبت فعلا جاب لي موضوع ما الكلام بره الموضوع يا جدعان. هو ايه دخلني راجل مولود في نيو اورلينز ده؟ ايه دخلني في القصه دي اصلا؟ صح كده؟ اقول له ايه؟ سجل ذا تايب اوف ميوزك. لا اقول له طبعا دي هي مش انسيجنفيكنت. اقول له ايه؟ ده هنا عمل انفورميشن فيجلي. يعني حاجه كده مالهاش لازمه. هو بيتكلم عن حاجه وبعد كده بيتكلم على حاجه ثانيه، بعد كده في النص قال لي الراجل ده مش عارف عمل ايه. طب انا مالي بيه اصلا؟ انا مالي واتولد فين؟ ايه دخلني في قصه واتولد فين دي؟ دي بره الموضوع خالص. صح كده؟ مظبوط. حد يا شباب فاهم حاجه؟ طيب سامي يا شباب، بتقول سامي يا شباب ايه دخلت معانا اهي؟ انا ما سامي شباب موجود ومين مش موجود؟ ما انا بحسب سامي اللي مش موجوده. محمد جمال موجود اهو، انا كل ما كمان اخش في قصه عامله دي. يوسف شرطه موجود. اي في عمر احمد عايز 16. حاضر. 16 ده صعب كده؟ اي 16 صعب عدل، ضيع لي وقت كتير ما كنتش عارف اعمل ايه. طيب تعالى يا ريس، زي ما ماجد خالد علمنا. ماجد خالد علمنا حاجه جميله قوي، او امير عادل علمنا ايه ماجد خالد؟ ان احنا من اول سنتنس. صح كده؟ اي اي في القلم بتاعي يا واحد. ان اواي the adverb عمل كوما. jazz gets the attention because it's kind of national music. مالها بقى؟ تقول لي سنتنس تاني. has roots all over the American South, the East Coast and the Midwest. السنتنس دي independent صح كده؟ والسنتنس دي dependent صح كده؟ ده سؤال ده هارد جدا على فكره، خرب بيته. ده very hard. حد حل السؤال ده صح يا شباب؟ ضيع لي وقت كتير السؤال ده، اضطريت اختاره دي في الاخر. حد صح يا سي يا استاذ صالح؟ سلمى ايه صح؟ طب بص لا ده، طب حد يشرح لي حل السؤال ده صح ازاي؟ عملته قد ايه يا مصر؟ ها؟ قول يا يوسف اتفضل. يا يوسف انا عملته دي، عملته. طيب ماشي تعالى بس. زي برضه غلط. حلو قوي. هو ليه يوسف عمله دي؟ لان يوسف برضه معذور. يوسف ايه؟ معذور.
هل معذور معهوش فلوس؟ لا معاه فلوس طبعا، راجل راجل باشمهندس كبير. مع دايما الناس مصر محفظه ايه يا شباب؟ محفظه الطلبه برضو ناخد حته هاكس كده عشان الناس عايزين بس نثبت ان الناس دي ما بتجيبش سكورات ليه؟ علشان خاطر الهاكس. انا شايف ان دي صح، مش حكايه هاكس، اصل روتس ممكن تبقى فيرب. انا ناشونال ميوزك ويتش روتس اول اوفر ذا امريكان ساوث. انا شايفها ممكن... صح. ممكن اسالك سؤال؟ ماشي. هو انا قلت الاجابه ايه؟ ما انا الانسر كيم باين انها مش دي. ايش انا مالي الانسر كي وقت بتنجان؟ ما انا ممكن اختار الاجابه دلوقتي مش مع الانسر كي. ايه المشكله يعني؟ ما انا عملتها كذا مره. مش انا في اسئله بيعجبنيش الانسر كي؟ صح؟ اه صح صح. واقعد دافع لا حاجه، وممكن اقول انا غلط، مفيش مشكله. متعلم، احنا مش جايين يا شباب نحفظ، احنا جايين نفهم. ماشي. الناس في مصر بتقول ايه؟ في العالم العربي كله بيقول لك اختار دايما كوما ويتش. طب لما جه امتحان اكتوبر 2016 النسخة الانترناشونال اللي ربنا وفقني عز وجل ولغيتها من مصر في اكتوبر 2016 في كويستشن نمبر 22، ما مصر كلها اختارت السؤال ده. وانا ما حليته لقيت مصر كلها مجاوبه بسؤال غلط، وقال لي السنتر اوردر المدرسين بيشتموا عليك وبيقول لك مش فاهم حاجه. كان بيقول لك كوما ويتش برضه. قلت له يا ابني لا، مش شرط على طول كوما ويتش، انا دلوقتي هثبت لك ان الكلام ده غلط. انا لما اقول لك كوما ويتش لازم ويتش دي تكون راجعه على الميوزك، لازم ويتش يكون راجع على ايه؟ ها؟ هي فعلا راجع على الميوزك. انا اتفضل يا يوسف اتفضل. انا قعدت بس كنت هختار بي بس اخترتها في الاخر دي. حلو قوي، انا اقرا من الاول خالص مع يوسف شطه اهو. Jazz gets the attention because it's a kind of national music. الراجل بيبدأ سنتنس جديدة يا حاج، ما اقدرش اقول له has roots all over the American South، صح كده؟ دي new sentence. يبقى هقول له هنا لحظة ايه غلط؟ that it has كلام وردي في دي مش extent، يعني مش بيقول to the extent of، غلط. يبقى دي غلط. كوما ويز هقول لك اندبندنت كوما ديبندنت، هقول لك صح. هتقول لي اندبندنت كوما ديبندنت صح. طب هنا ويتش، هنا لما اقول له انا بتكلم هنا ويتش ميوزك ولا بتكلم على الجاز بس؟ الجاز 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 نفسها روتس اول اوفر ذا امريكان ساوث، بتكلم عن ايه؟ يبقى انا رايس هنا دي غلط. سؤال صعب جدا. طب ليه ما ينفعش تتكلم عن الميوزك يعني؟ انا بتكلم على الجاز. ممكن اقول كايند اوف ناشونال ميوزك ذات هاز روتس، عادي برضه. يبقى انا كده تبقى فيج، يعني لو اتكلم عن الميوزك او الجاز الاثنين صح. يبقى انا هو اللي قلت هنا ويتش، يبقى انا بقى فيج هنا. يبقى لازم اروح اختار سي اندبندنت كوما ديبندنت. صعب قوي السؤال ده، هارد جدا، فيري هارد. صعب صح كده؟ لا ما حدش عارف يحل السؤال ده صح، سؤال صعب ده. مثلا حليته صح عشان حسيت ان هو اقرب حاجه تبقى صح. انا حليته صح بس كويس، برافو عليك 100 100. ما فكرتش بالطريقه دي، يعني انا حسيت ان كله، يعني لقيت ان كله غلط ما عدا دي اقرب لانها تكون صح. عشان with roots فاهم، ف ليها roots فحسيت ان هي with دي هتفرق. برافو عليك 100 100. طيب هنا في حد عمره 22 طب 18، في حد اي 17؟ انا عايز شاب بس اشرح شرح مفصل عشان انت تستفيد. هنا 18 18 ده يا شباب ليه مش دي يا حنين؟ لان remained هي stayed. هو السؤال ده اسمه ايه يا شباب؟ redundancy او redundancy. shorter is better. وده احنا عندنا في مصر دكتوراه في shorter is better. لما الراجل بيكرر الكلام ما هي remained هي stayed، صح كده؟ يمكث ويظل، الاثنين واحد. يبقى انا كده بعمل redundancy، بكرر الكلام يا حنين، لازم اروح اختار سي. طبعا يا شباب انا دايما بقول في السؤال ده نصيحه ادفايس مهمه جدا جدا جدا. احمد جمال كان بيحفظها وكان بيقولها في شوارع المعادي لحد ما ساكن عندي نيل المعادي. ايه هي النصيحه دي؟ بقول دايما ان انت حضرتك مفروض كطالب اس اي تي لازم ترجع لحاجه اسمها البيسكس. وإني مش هرجع البيسكس إن أروح أجيب ورق كل مستر في مصر أو في السعودية كاتب عليه اسمه، مصور لي كام ورقة من كام كتاب، أنا عمري ما عملت كده. حلو كده؟ ولو كاتب اسمي تحت وصورتي وصورة خالتي وجدتي رزة والأفلام الحمضانة دي وحاجات الهطل وقلة الأدب دي،
يا ريس انا بقول لك ارجع للمراجع، تقول لي يا عم انا فاضي. طب ما انت كده ماشي تقعد تلون، مش هنخلص من القصه دي بقى. في كتابين لاريكا بنعتبرهم افضل حاجه لما التوبكس في التست وعليها الكلاسيفاينج وعليها اسئله وحاجات زي كده. روح اللي عايزهم ابعتهم له على الواتساب، ودول كنا بشرحهم في البيسكس. ماشي كده يا شباب؟ طيب ما في حاجه عايز حد عايز حاجه قبل 22؟ 20 حاضر عينينا الاثنين. 21 حاضر يا سلمى، حل خلاص بقى ننتظر شويه يا شباب. خلاص مش حاضر يا يوسف، انا حل 19 حاضر. مستر الصوت بيقطع عندك انت بقى مش عندي انا. في حد تاني صوت بيقطع عنده؟ لا الصوت كويس عندي. كويس يا محمد اتفرج كده؟ الصوت عندي كويس عادي. طيب ما انا قلنا بقى يا شباب ما تخليش حد ياخد منك الباندويت. تمام يا دكتوره ملك، دايما ترفع الباندويت. حلو، تعال نشوف. بص كده 19 يا شباب، انا علمتك قبل كده في سؤال 19 اول ما تلقى في ام داش وكومه ده اسمه سؤال يوسف يا وليد، قال اسمه سؤال بانكتشويشن. طيب دلوقتي مين اللي نايم مع انس خالد اللي نايم؟ علمنا ايه في سؤال البانكتشويشن؟ قال لي نقرا من اول سنتنس. يا عم ده كل شويه توجع لي دماغنا. And it was influenced by the poles and walls of. هنا بيقول لي influenced comma by. ما ينفعش اقول لك influenced by على طول، صح كده؟ ما ينفعش اقول لك يبقى ده اول واحد غلط بيه. Influenced مش بقول له influenced of على طول كده. Influenced by poles of the late 19th century. حلو كده. وهنا طب هنا and walls of، ما ينفعش اقول لك walls comma of، يبقى دي غلط. وما ينفعش اقول لك m dash، يعني ما فيش اكسبريشن او في نون سي، يبقى الانسر ماست بي اي. حد فهم حلت ازاي بالراحه كده؟ فهمت كده يا شباب. في برضو اشاعه طلع علينا كده عايزه، وطبعا طلبت منكم المره اللي فاتت الناس تديني فيدباك عن الكورس، ولا واحد فكر يا عم صالح ان يبعت فيدباك، ولا كاني انا بكلم الحاجه في البلد. بس انا عملته قبل كده. ايه؟ انا عملت اسمه ايه ده الريفيو ده قبل كده. فين عايز الريفيو الجديد عن الكورس الجديد؟ المره الجايه حصل. طيب مش حاضر المره الجايه. يعني في ناس طلع عندنا بس بتقول ان انا بشرح رايدنج احسن من الريدنج، فانا من عايزين نشوف بس انتوا رايكم ايه؟ بس انا مش عايز اقول الكلام ده، عايز انت تقول لي رايك. حلو. كويشن نمبر 20 صح كده يا شباب؟ الراجل بيقول لي هنا ايه؟ Which is at the most relevant supporting information to the paragraph. المفروض اعمل ايه بقى؟ بس استنى يا محدش بقى محمود يكتب لي اسئله لما حيلي بس لحد 22، بعد كده ايه هنخش على صالح 23. نقف بس شويه عشان ما تلخبطش. ماشي تمام. ماشي كده محمود ماشي. دلوقتي يا شباب الراجل دلوقتي هنا لما يجي يقول لي انا عايز حاجه ماشي مع الباراجراف، محمود ابو يفعل علمنا ايه؟ قال لي لازم تقرا الباراجراف. The form changed throughout the 19th century perhaps crystallizing in the work of the king of Zydeco. طبعا زيدكودي نوع من انواع الموسيقى في لويزيانا. لويزيانا طبعا دي بلد مجنونه بالسحر والشياطين والموسيقى والارتاله والحاجات دي. كليفتون تشينر توداي جروبس لايك بيس لوي كونتينيو تو هيلب زيدكودي تو ايفولف، يعني تتطور تو ديفلوب انكوربريتنج روك اند كانتري انفلوينسز از ويل از ا تري تيستمنت تو ذا اندورنس، يعني التحمل او الاستمرار. And popularity, يعني طبعا الشهرة of Zydeco music. The Grammys even introduced a new category in 2007. بيتكلم مين يعني Zydeco صح كده؟ بيتكلم عن الجاز مظبوط كده؟ تعالى كده. Chenier born in، راجل هو عامل حاجة Chenier ده ولا كده مش عارف اسمه ايه. انا هنا مش بقول لك هو اتولد فين، اول واحد غلط. انا مالي هو اتولد فين يا عم؟ صح كده؟ Chenier who infused up tempo music with blues and jazz from the region. الراجل ده هو اللي زي دخل الاثنين في بعض، ممكن قاعد بيتكلم عن الجاز والموسيقى ممكن، اسيب دي ما اقدرش اشيلها. Chenier he is best known for how well he played the accordion، وهنا بيتكلم ان هو بيلعب الاكورديون ده ولا بيسموه ايه؟ لا طبعا غلط. دي ده ما جاب جرامي هنا. ماشي جاب جرامي. ودي مش بيدونا معلومات مفيده زياده. ها؟ اي وسي ودي مش بيدونا معلومات مفيده زياده. لسه بس ما قلناش دي. Who was greatly respected the time in his death. احنا مالنا بقى his death، وقال الكلام هنا عن death خالص. دي معلومه غلط. يبقى الانسر ماست بي بي، بيتكلم ان الراجل ده
دخل الموسيقى دي ببعضيها، البلوز مع الهبل مع الشيطانه مع الكتكته، صح كده؟ انت الموسيقى بقى. طب مثلا عندي سؤال في الجرامر، في السؤال، في السؤال ده دلوقتي، في سي في شينير بعدين سيمي كولن، هو ينفع سيمي كولن بعدين هي؟ في اي واحد هنا؟ ينفع سيمي كولن بعدين هي؟ نقرا يا باشا السنتنس اللي قبلها. لا لا مش السؤال نفسه، انا بتكلم على الجرامر عامة، ينفع نعمل سيمي كولن بعدين هي؟ ايوه طبعا ما ينفعش. ليه؟ لو اللي قبلها اندبندنت واللي بعدها اندبندنت. اوكي ماشي ماشي يا شباب. طيب 21 يا حنين يا حماد، ده برضو سؤال ايه؟ ده سؤال بانكتشويش، حلو قوي. نعمل ايه؟ نقرا من اول السنتنس بالراحه عشان خاطر الدكتوره حنين حماد اللي قال لي علينا قوي يا شباب. Today groups like Bisolet continue to help Zydeco evolve, comma, incorporating rock and country influences as well. طيب continue to help the code. هنا اول واحده غلط هي بي، ما ينفعش اقول له help the code to evolve واحط كوما قبل تو. ما ينفعش اقول لك to help the code to evolve اعمل interruption للsentence، هنا ما فيش كوما، غلط ماشي كده. وما ينفعش اقول له برضه blue say continue to help the code برضه help continue على طول، صح كده؟ يبقى الانسر از ايه؟ از ايه؟ تمام كده يا شباب، انت عملتيها دي، حلو قوي. تعال نشيلها كده ونقرا سنتنس من غيرها. هتقولي برضو يا شباب، يا شباب تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين، الطلبه في مصر ليه ما بيجيبوا؟ بص يا شباب ركزوا معانا، ركزوا معانا. اديت مثال قبل كده بقول اسمه زياد امين، وقلت جالي في محاوله ديسمبر 2018 اسوأ رو سكور في تاريخ الاس اي تي، حلو كده؟ وقلنا زاد معانا 80. انا دخلت الامتحان ده كنت في جريد 10 اعوذ بالله. اي خدمه يا عم، شفت حافظ الامتحان ازاي؟ يوم الواد ده زاد معايا 80 درجه في الشهر. ليه؟ لانه كان جايب الهاكس، كان جايب معاه، بس الكلام ده سر، كان جايب معاه شوال، شوال مليان هاكس، كل ما ساله سؤال يروح حاطط ايده جوه الشوال ويطلع لي ايه؟ دي بتيجي كذا يا ابني. قلت له الله يخرب بيتك انسى الكلام الهطل ده. قلت له ويبقى لي هس طبعا. ده لما دخل انت عايز الاول امتحان اكتوبر، والله العظيم زي ما بحكي لكم قسما برب العزه، جاب 14 سؤال صح من 44، مع انه كان واخد كورس 3 شهور بيحفظ فيه هاكس. لما تيجي بابو اختار كوكو، انا زهقت من الكلام ده، انا عايزك تقرا يا سامة وتفهمي. تقرا الهاكس ما بتجيبش سكور يا شباب، الهاكس ايه؟ ما بتجيبش سكور. راجل بيقول هنا ايه؟ بيقول لي today groups like BSLI continue to help. ما ينفعش لو انا شايلها كده خالص يا حنين اقول لك between the commas واقفلها واقول له groups like BSLI دي incorporating. Does not make sense. ده كده ما في، ده كده wrong grammar، صح كده؟ لما اجي اشطبها كده حاجه اشطب دي خالص، ما between the commas اشطبها. فهقرا السبجكت والفيرب، هل بلس BSLI ده بيعمل ايه؟ incorporating، غلط كده. ايه ده كده؟ مفيش سنتنس. ده انا جبت سبجكت وبعديه ايه؟ وبعديه جيرنت. ما ينفع، يبقى لازم دي تكون موجوده ومفيش اي كومز بتوين زم عشان اقرا سنتنس كامله. ما ينفعش اقول له كوما 2 ولا كوما 2 هنا برضه الاثنين غلط، صح كده يا شباب؟ يا شباب في حد فاهم اي حاجه في اي حاجه؟ تاني يا شباب تاني، معلش ما تزعلوش من كلامي. اي طالب بيحل بالهاكس وخد مع مدرسين هاكس انسى خالص، الكلام ده ما بيجيبش سكور نهائي ومش هيجيب سكور، عمر الكلام ده ما يجيب سكور. ما كانش حد غير محمد فرج. بنعمل ايه؟ افهم، اقرا وافهم. الاس اي تي امتحان فهم مش امتحان شخبطه، ماشي كده يا شباب؟ تمام. كويستشن 22، وربنا يسهل الغوم مصر، قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. انت بتقول لي 22 واي نوت اي؟ تعال نقرا سنت بالراحة. حاضر حاضر. Zydeco is a pleasure to listen to, but it's just as important as a cultural. Cultural إيه بقى؟ memorial ولا artifact؟ نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن موسيقى، صح كده؟ Indeed, Zydeco provides an important reminder that a region is never
merely defined by its most popular exports. مش بكلمة حاجة فيها تذكرة وذكرة عبد عمر عشان أقوله memorial. نقوله هنا إيه؟ artifact. بس أنا شايف إن memorial شغالة يعني. ممكن تكون شغالة صح. It's fine, not bad, but artifact is better. هنا بتكلم على حاجة فيها فن. آه. وليسن. مش بتكلم بس إن أنا بقى إيه؟ يعني ليها ذكريات ملاحة. بتكلم بس إن إيه؟ إن أنا مستمتع بالفن ده. يبقى أقوله إيه؟ artifact is the best. Wordy choice that it's consistent with the passage. صح كده؟ صح. Memory is not bad, but it's not the best here. طبعا هنا مفيش أقوله agreement ولا أقوله victory. صح كده؟ آه طبعا لا أنا ما فكرتش في دولة أصلا. كلام جميل جدا جدا جدا. Just what I recommend and what I يعني usually focus on that you have to be a little bit patient. آه. لا أصدق تكة صغيرة كده عشان تجيب 760 هتقولي طبعا هتديني 3000 جنيه هديك يا عم 3000 جنيه ماشي حاضر حاضر طيب سؤال ده سؤال مهم جدا 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 لو قلنا يا شباب اول ما نقل الحاجات دي مين بيسال السؤال ده رزان ومين تاني مين تاني جاوب السؤال ده غلط انا ده انا صالح حاجة ماشي حاج صالح بس يا صالح ده صعب تجاوب سؤال غلط انت راجل استاذ كبير ده انت رمز من رموز الاس اي تي دلوقتي معلش بقى يا مستر تحسن ماشي يا باشا طيب هنا الراجل بيقول لي ايه احنا اتفقنا ان سؤال زي كده بيخاطب البانكتشويشن حلو قوي برضو نرجع للهاكس الناس في مصر بتقول لك إيه انت بتفتح بكوما اقفل بكوما افتح مش عارف بامتاش بامتاش افتح مش عارف بالبرنتيز طب يابا ما هو ساعات الراجل بيجيب لي هارد كويستشن بس ما بيظهرش كتير في التيست يعني this kind of question does not appear that much اللي هو ايه الكلام ده essential ولا non-essential ده بعمل ايه؟ تعال بقى اعلمك التريك دي هقول لك على حتة كوست حلوة قوي ها؟ السنس بيشتغل في الاسئلة دي انا حسيت ان الداش مش حلوة ومش عجباني ولا كومة فشلتهم سنس بقى ده انا كده بقى في مستر اسمه مستر سنس انا مش عايز اخبط في حد عشان ناس زعلنا مني جامد قوي في الحتة دي ناس زعلنا مني انت كده تدخلني في الغلط بتنفع معايا وبجاوب صح جالي مرة بقى والله يا ابني كان طالبة جايبة 620 مش عايز هات انا عايز امسك لسان ده واحد لواحد قايل بلو كده ايه مستر سينس اسمه احمد بتنجان بتنجان ده قال لها ايه فيوم ما قعدت كل ما تساله سؤال يقول لها بالسينس قالت له بقول لك ايه يا حاج هو انا دافع 200 جنيه بره شايف 250 جنيه قال لها اه قالت له لا عشان السينس ما انا عندي سينس في البيت قال له اه صح والله طب ما جبتوش معاك ليه قالت له معلش المره الجايه اكسكافيشنز ان سان فرانسيسكو عمل كوما عمل ايه عمل كوما صح كده صح. هنا جاب subject وبدأ بكومة وما قفلهاش قبل الفيرب يبقى ايه غلط طب عمل ام داش وقفل بام داش هتقول لي صح سيبها هنا عمل كومة وقفل بكومة بس جاب كومة في النص غلط ملاش لازم المفروض اقول له conducted over ما اقولوش conducted comma over انا عشان اجيب كومة قبل البروبوزيشن لازم يكون سؤال في non-essential clause عشان احط كوما قبل البريبوزيشن ودي لحد دلوقتي ما ظهرتش في اي امتحان ريلي اس اي تي فانا اقول هنا كونداكت الكوما اوفر اقول له غلط طب هنا راح شايل الكوما خالص ارجع اسال نفسي بقى سؤال هو احنا لو حطينا داش هتبقى اكسكافيشنز مش مفهومه قوي اكسكافيشنز ايه بالظبط فلازم حلو قوي انا دلوقتي عشان احط افتح بام داش واقفل بام داش لازم اشطبها كده واقرا سنتنس من غيرها Excavations have revealed that the boundary between land and water is not so distinct. طب الاكسكافيشنز دي فين؟ كده بيتكلم اكسكافيشنز ان جنرال. لا انا بتكلم على الاكسكافيشنز اللي موجوده في سان فرانسيسكو. يبقى هنا سان فرانسيسكو is not non-essential. It's essential. لازم اقول الاكسكافيشنز اللي في سان فرانسيسكو. يعني لو شلت سان فرانسيسكو مش هبقى عارف انا بتكلم على الحفريات او الحفر ده في اي حته في العالم والكلام ده غير منطقي طبعا انا بتكلم هو ينفع كلمه ويتش ما يجيش قبلها كوما ينفع كلمه ويتش ما يجيش قبلها كوما ده ممكن ده ما قلت كده حصل في امتحان اكتوبر 2016 اللي انا لغيته كويستشن نمبر 22 اه كان كويستشن ده امتى لما يكون ويتش كده لما يكون بتاعني ويتش 1 او ذات 1 زي ايه مثلا زي ما اقول لك مثلا ذا كومباني مثلا offered which product هنا ما ينفعش اقول لك هنا اقول له offered كده لازم which اللي ما حدش اقول قبلها كوما
لا انا قصدي لو هي كانت بتعرف حاجه مثلا زي اكسكافيشنز ويتش حاجه كده. لا لازم احط كلمه طبعا كده لازم ما ينفعش. طب لو كانت اسينشال؟ لو اسينشال ما هو اسينشال مش هيجيب لي ويتش. ما ينفعش ويتش مع الاسينشال. ماشي كده. يبقى انا كده يا شباب انا محتاج كلمه سان فرانسيسكو كوندكت دي اوفر ذا باست 50 ييرز ما ينفعش اشيلها، لازم اخليها في السنتنس عشان اقول له انا بعمل اكسكافيشنز في سان فرانسيسكو. لو انا شلتها يبقى انا بقول له بعمل اكسكافيشنز في كل حته في العالم. ده غير مظبوط طبعا، كلام غلط. جوفاني قال لي بس انا ما خدتش دي في البيزكس، قلت له معلش تعيش وتاخد يا حاج. محدش ضحك ليه ولا اي حاجه اخويا الطلبه اللي اتجننا دي. طب انس خالد غزال الليل بيقول لي انا عايز حلوه السنتنس دي. طيب حاضر يا عم انس. بركة الناس اللي اشتغل في مجموعة جامدة، هتشتغل في مجموعة جامدة قوي قوي. طب ناخد السؤال ده وبعد كده نتوقف في صلاة المغرب. المغرب اتنين في السعودية يا شباب. هو بيقدم دلوقتي هنا ما اعرفش. بيقدم هنا في مصر. طيب. يا رب. ماشي يا سلمى. نحل السؤال ده وبعد كده نتوقف في صلاة المغرب ونرجع تاني. بيقول لي الراجل هنا ايه؟ Digging into the surface of San Francisco's downtown financial district has unearthed some unlikely building foundations, ships. In fact, one of the tunnels of San Francisco subway system, the board passes right through the, one of these entered ships. The area that was to become San Francisco was for many years known as Yerba Buena. أني دخلني هنا في الحتة دي بس ده تعني كده من أول إيه؟ Yes, because it gives an interesting detail that delves further into San Francisco history. أنا ما يبقى هي أصلا ملاشة مع علاقة بالموضوع فنوع على طول. Yes, be explains why so many ships should be buried to defend. لا أصلا غلط، هي مش بتعمل explain لك كده أصلا. Nope, it obscures. يعني it makes vague, obscures يعني vague أو ambiguous. The focus of the passage by introducing details that does not have an obvious connection. طبعا صح. يعني ملاش فين أي ملاش أي علاقة ده باللي جوه صح. وأنا سخالد تكون أنا سخالد. وأكون خبطنا أي سؤال كده خلاص عشان تقول أنا بشتغل. الحاجات دي أنا بهرش خد بالك. أنا اتعلمتها في ثالثة ابتدائي. عشان السؤال ده حلته غلط بس مش مقتنع بالصحة بصراحة بتاع الأنسر كي. انا مش بتكلم. ومين اللي بيتكلم؟ انس خالد ولا مين؟ انا ايوه انس. ما انت ازاي يا حاج انس، ده انت راجل جامد قوي، ده جايب 600. ما انا مش عارف غلطت فيه ليه بصراحه، مش مقتنع بالانسر. ليه؟ انت اخترت ايه طيب؟ انا مختار دي، فهو في الانس. حاضر يا حاضر. No, because the passage is primarily concerned with the importance of mass transit. ايه دخلنا بس في الماس ترانزيت راجل طيب؟ ايه علاقه دي بالماس ترانزيت؟ ما مش هو. طب هو متكلم عن اللي اسمه ايه ده، التانلز والسبوي سيستم، فدول دول ترانزيت برضو. حلو قوي. هو انا لما ادخل حاجه بره الموضوع يبقى المشكله ان هي بره الموضوع، ولا المشكله قد سبب تاني؟ يعني اقول لك مثلا انا قاعد بتكلم معاك بعدين بنتكلم في اس اي تي، فبقول لك مثلا طب والله ده اسمه ايه ده الاي جي، تقول لي الاي جي ده بره موضوعنا، مش تقول لي لا انت من الاي جي هنا كنت المفروض تقول كذا. لا ده انا خرجت بره الموضوع خالص اصلا. يعني مش المشكله الموضوع ده بره، المشكله اني مش بقول حاجه مثلا بيضعف الكلام، لا ده انا بقول حاجه اوت اوف ذا توبيك اهي. تمام صح كده. وقلنا يا شباب احمد جمال المره اللي فاتت اكد على حفظ الكلمه دي obvious، وقلنا obvious يعني stark او conspicuous صح كده؟ صح يا جوفاني؟ بتحفظ ولا لا يا جوفاني؟ طيب جوفاني تمام لوسي صح. يا رب بس دي كلمه صعبه قوي يا عمر، انت بتخش اول اس اي تي. طيب هنتوقف هنا يا شباب، نقوم بس نصلي المغرب ماشي كده. شفنا كده عند 25، في حد عايز 25؟ في ناس مشيت. حاضر يوسف يا وليد.
حاضر. طيب تعالى يا شباب نسترجع مع بعض الحاضر الوجعين. حاضر يا عمر. احنا اتفقنا يا شباب لما لقى question بيقول لي فيه combine. بيقول لي فيه ايه؟ combine. combine يعني ايه؟ يعني اعمل ربط between two sentences. قال لي هنا ايه؟ طب تعالى كده اقرا كده. بيقول لي هنا ايه؟ San Francisco, comma, an answer that may seem counterintuitive, comma, manufactured. San Francisco مش answer. طب سيب كده. كنت لسه اقول ان ما ينفعش نقول عليها answer اصلا. ما ينفعش نقول San Francisco answer يعني. بس انت ممكن واحد كده ايه؟ يكون متعود على هبد برضو. يقول لك ما دي between two commas. فانا اعمل لها ايه؟ elimination. تبقى San Francisco manufacturer. سيبها كده. سيبها. The answer may seem counterintuitive. So San Francisco can manage some of its land. طبعا ده كده ما فيش cause effect. هنا سو غلط طبعا. هنا ما فيش cause effect عشان اقول له دي سو كلام وردي. رغي. طب even though the answer may be seeming وقام سان فرانسيسكو ايه الكلام الرغي ده كله؟ مع انه ديبندنت كوما اندبندنت بس ده كلام اسمه وردي. يعني في رغي بقول له even though مع ان the answer may be seeming counter intuitive ده كلام في رغي اهو. San Francisco was a place that manufactured some of its land. تتأكد على كده دي the answer may seem counter intuitive. كولن هيشرح بقى. عمل كولن هيعمل بعديها explanation. صح كده؟ San Francisco manufactured some of its land. The answer must be D. Independent sentence A. The answer may seem counterintuitive. Colon San Francisco. لا مش دلوقتي. معايا كده يا شباب؟ في حد فاهم الحته دي؟ انا عايز بس اشوف بس مين فهمتها. فهمتها. عمر احمد ادم محمد احمد جمال امير عادل. بس هي ليه مش بي؟ حلو قوي. بص يا فندم يوسف ليه مش بي؟ مفيش كوز ان افكت. حلو قوي. مفيش هنا حاجه وسببها. راجل بيقول لي ذا انسر ماي سيم كاونتر انتيوتيف كوما سو سان فرانسيسكو مانيفاكتشر. مش عشان الانسر كاونتر انتيوتيف يعني فيها كلام رايح جاي يبقى سان فرانسيسكو ايه عملت ارضها. عشان استخدم كلمه سو لازم يكون في سبب وتاثيره. بقول لك لذلك سو فور. صح كده؟ هنا مفيش حاجه وسببها. يعني كلام فاهمني انت؟ يعني مثلا بقول لك ايه ده الاجابه طبعا. الاجابه كده فيها تفكير او تضاد. اقول لك عشان كده دمياط هي اللي عملت ارضها. الكلام ده ينفع كده؟ لا لا تمام كده؟ عايزين بقى نشوف مين اللي ما جاش النهارده. سامع شوقي موجود، صلاح سيد، رزان، عمر عبد الباقي موجود، محمد فرج، الواد ماجد، الواد خالد صادق. خالد صادق فين؟ خالد صادق هو اللي غرب النهارده. ان مستر موجود يا مستر. مستر موجود يا مستر. كنت لسه كاتب ابوك. امال مين ما جاش النهارده؟ مين اللي خلع؟ لا لا نانسي فين؟ نانسي موجود يا شباب. بعد كده يا شباب قلت 300 مره يا شباب الناس اللي هتكمل معانا في الكورسات الجايه ان شاء الله لازم يجيب مايك. انا مش عايز بقى استهبال بقى. انا زهقت يا شباب، عندي سكر وضغط. اش اكلم حد ما حدش بيرد عليا. مين اللي ما جاش؟ فين حنين حماد؟ انا زي شغلنا قاعدين بقى، قاعدين بقى نهزر مع بعض بقى في الشغلانه الغلبي دي. عايز انت كمان يا عم، انت كمان. عايزين كوش ايه تاني يا شباب؟ 27 حاضر، 26 حاضر. فين 26؟ الواد عبد الرحمن حسام فين؟ عبد الرحمن حسام. عبد الرحمن حسام اللي غايب. بس كده خلاص. عرفنا مين اللي غايب. راجل بيقول لي each of these disciplines has historically stuck to its own area of expertise. صح كده؟ انتوا معايا يا شباب مش معايا؟ حضرتك معاك يا مستر. طيب ماشي. هنا بيقول لي هنا each the singular هي صح كده؟ each of these disciplines has historically stuck to its. صح كده؟ answer is A. انا ما بتكلمش عن اي حاجه plural. انا بقول له each. صح كده؟ each يبقى singular.
و اتش دي بيتكلم عن ارض بيتكلم عن ايه كده مش بقول له هز غلط صح كده يا شباب طيب انتوا عايزين كويشن نمبر 27 حلو قوي ده السؤال بتاع ادهم محمد ده الاول ادهم محمد علينا نعمل ايه نقرا سنتنس دي كويس فور اكزامبل archaeology focused on human history comma while geology concerned itself with natural history الاركيولوجي بتركز على human history والجيولوجي الجيولوجيا يعني بتهتم بايه بالnatural history يبقى بيتكلم عن حاجتين الاركيولوجي وبيتكلم عن ايه عن الجيولوجي طيب حلو قوي بيقول why not يا عم اصبر عليا يا عم where it is now طيب ايه رايك الاول Poppy, both groups of experts are starting to work together on many projects. As it becomes clear that, particularly in the last 150 years, humans have shaped their natural environments such extent that nothing can be considered purely natural any longer. Well, مش قد بعدها. لا بتتكلم هنا على الأركيولوجي ولا بتتكلم على الجيولوجي. إيه غلط. After sentence one, Daniel sentence one, one outgrowth of these recent discoveries has been a blurring of traditional scholarly boundaries. Each of these disciplines, يا أخي الأنسة لازم تكون هنا يا أخي. يا أخي بقول لي each of the, هو فين اللي هنا each of the disciplines؟ لازم أقول له archaeology وgeology عشان أقول له each of the disciplines. أنا لما أقول له each of the disciplines sentence one دي أصلاً ما فيهاش حاجتين sentence one ما فيهاش حاجتين عشان أقول له each of these disciplines يبقى كنت لازم أحط قبلها sentence five عشان يقول لي الأركيولوجي والجيولوجي فأقول له each of these disciplines وأنا أقول لك بالسنس اقول لك بالسنس انا السنس ما انفعش السنس ما انفع ليه ما انا قلت 100 مره قبل كده يا شباب عشان تظبط السنس لازم تروح للسمكاني طيب نكمل يا سنس يابا بس في اغلب الاسئله بينفع السنس انا بقول لك ده في ناس مدرسين بيسميهم سنس صالح سيد قال لي يا مستر وريني سؤال انا بحله بالسنس حاضر يا عم الصبر احنا اتفقنا عليها يا شباب هنمشي ولا محمد فرج طب محمد فرج ما سالت شويه سؤال تقعد نايم ليه Researchers have called this new layer of land the archaeosphere وبعد كده بقول يا صالح we may think of the ground as something that is relatively constant called this new layer of land the archaeosphere We may think of the ground as something that is relatively constant. The archaeosphere suggests that quite the opposite is true. طبعا بات غلط. مش لكن. غلط. ما ينفعش نقول but we may think بعد كده كوما ونجيب independent تاني. لا مش فاهم. يعني مش فاهم. بس. انت بتقول لي يا عمر يا احمد ما ينفعش نعمل هنا دي كده ديبندنت صح كده؟ ما ينفعش ديبندنت تكون اولها بات ونجيب بعدها اندبندنت ما ينفعش ديبندنت بتقال لي ايه التاليفه دي؟ اول مره اسمع التاليفه دي بس هي فعلا كده صح انا متاكد من اللي بقوله لو ديبندنت اوله بات ما ينفعش نجيب بعديه اندبندنت كوما اندبندنت ما ينفعش ده ممكن نختم بيه جمله لكن ما ينفعش العلاقه يعني العلاقه ما ينفعش اقول but I was tired I played soccer ما ينفعش دي ملهاش معنى ممكن اقول although I was tired I played soccer مش but I was tired I played soccer طيب هنا راجل يا شباب بيعمل هنا contrast صح كده؟ الراجل بيقول لي هنا researchers have called this new layer of land the archaeosphere Okay, but we may think the ground as something that is of a constant. بينما احنا صح كده صالح while we may think of the ground
ما مستر، لو ربطناها بالجملة اللي قبلها why robot ينفعه، بس احنا دلوقتي اللي بعدها زي ما عمر قال كده لا بس خد بالك من ايه؟ حاجة، يعني مش موضوع الموضوع مش موضوع اللي بعدها، الموضوع اللي قبلها. ايوه ما اللي قبلها تمشي بط وتمشي while. حلو قوي. ان هو بيقول ان الريسيرشرز سموها كذا، احنا أيوة بقى معلش بس نفهم معاك هو كده عمر صح ده، وهنا نبقى ديبندنت مظبوط كوما اندبندنت صح هي وايل صح. طب لا برضه ليه مش بط برضه بط وي مي ثينك ذا جراوند؟ لا مش ينفع اقول له هقول له بقى ايه، هقول له فان بويز اندبندنت كوما ديبندنت، لا ده رونج جرامر. طب ما هي وايل لو بدانا بالاندبندنت الاول ممكن نقول وايل دي يا شباب مش فان بويز، وايل دي سبورنت بيخلي سنتنس ايه ديبند الا في حالات نادره جدا 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 ماشي كده، زي مثلا امتحان مارس 2018 نورث امريكا كويشن نمبر 38 بدا بوايل والسنتنس كانت اندبندنت، وامتحان مايو 2017 نورث امريكا كويشن نمبر 5 بدا بوير ما ده سبورنت. هنا وايل دي مش فان بويز، وايل دي ايه؟ وايل دي سبورنت كونجنكشن. حلو قوي، يبقى انا اقدر اقول له ديبندنت كوما اندبندنت. وايل وي مي ثينك اوف ذا جراوند از سامثينج ذات از ريلاتيفلي كونستنت ذا اركوسفير سجستس ذات كوايت ذا اوبوزيت از ترو. بقول لك حاجه اهي وبقول لك عكسها، فاقول لك بينما الناس بيقولوا كذا، الناس التانيين بيقولوا كذا، بيقترحوا كذا، يبقى انا عملت كونترست، عملت تضاد اهو، قلت لك حاجه وعكسها. هتقول طب انا هستخدم بط، بس انا ما بستخدمش بط كده، انا بستخدم بط اندبندنت كوما فان بويز اندبندنت. يعني ما ينفعش احط كوما الكوما فان بويز قبل الاندبندنت صح؟ المفروض احطها بعد الكوما. تمام. يعني لو قال لي مثلا وي مي ثينك ذا جراوند از سمثينج ذات ريلي بوذرك، ممكن اقول له كده. حاضر يا سام، فاهم كده يا صالح؟ تمام ايوه طيب ماشي تعال نكمل 30. حاضر يا دكتوره نانسي 30. حاضر ده سؤال ترانزيشن يا دكتوره نانسي، تاني السنتنس اللي قبلها يا دكتوره نانسي. The classification and study of arcosphere could be beneficial and not just for the work of archaeologists and geologists. طيب وجعلي some companies in Scandinavia have begun to mine. طب ما راجل بيديني example يا سائل انسي، بيديني مش بيديني example ب some companies in Scandinavia have begun to mine صح كده، بدأوا انهم يحفروا، يبقى اقول له ايه for example، بدي example ايه صح؟ كله عايز كوشن نمبر كام؟ 33؟ مستر انا نسيت اقول لك ان 27 انا مش فاهمه قوي. نرجع تاني يا باشا، انا ورانا حاجه؟ ماشي. نجد حد اغلى منك. ربنا يخليك يا مستر. 27 يا ريس. احنا مشينا ورا قواعد ادهم محمد. ادهم محمد قال لي انت قلت لي لما يجي سنتنس بولي سنتنس 5، انا رحت علمت عليه اهو. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنقرا السنتنس دي. هنا بيتكلم عن حاجتين في السنتنس. بص يا صالح اهو، بص يا صالح، archaeology focused on human history comma while dependent comma independent. هنا بيتكلم على ايه يا باشمهندس ماجد خالد؟ بيتكلم على archaeology وبيتكلم على الجيولوجي صح كده؟ معايا؟ وراح فين؟ وخرج. الحركه يوسف الشطه دي مش هتبطل الحركات دي يوسف الشطه، مش هتبطلها بقى ربنا يتوب عليك. طب لما يرجع تاني ما نرجع. 33 حاضر. وتقول لي صعب قوي كده ولا ايه؟ Which choice offers an accurate الكمبيوتر فاصل يا مستر. طيب احنا قلنا في الكويشن في السنتنس دي يوسف عشان تبطل ضحك بقى، حلو كده؟
قلنا في سندس دي يا شباب بيتكلم عن ايه يا كابتن ماجد خالد؟ بيتكلم على الاركيولوجي وبيتكلم على الجيولوجي، صح كده؟ صح. حلو قوي. في سندس تقولي each of these، يعني اي كل واحده من دولك هو فين؟ ما متكلمش انا في سنتنس 1، يبقى كان لازم في سنتنس 1 يجيب حاجه اقول له بعديها each of these. يبقى كان ايه each of these؟ الجيولوجي والايه؟ الجيولوجي. يبقى نحطها بعد سنتنس 2 يعني. ايوه، يبقى حطها قبل سنتنس 2 عشان يبقى ايتش راجع على واحده من الاثنين دولك، يعني after sentence 1. برافو عليك. ليه؟ ان سنتنس 1 هنا ما بتتكلم، ما فيهاش حاجتين. ده بيقول لي one out growth of these recent discoveries have been a blurring tradition. فين يا عم الحاجتين بقى اللي هنا عشان اقول له each؟ تمام، فهمت قوي يا مستر، شكرا. صح كده؟ زي ما قلت مين الام المثاليه؟ نبيل عبيد ولا ناديه الجندي؟ يبقى لازم اذكرهم فين؟ في سنتنس اللي قبلها، صح كده؟ بالظبط. اه فهمت كده. ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ Which choice offers an accurate interpretation of the data in the figure? حلو قوي. يلا نروح للتشكل فتره منين الدنيا الاخر. The cover كل الفيجرز بتاعته صعبه تتقري. اه وياخد الفيجر منين الدنيا بس قبل ما انسى. ايه ده؟ كوفر فين الكفر سايل اهي؟ اني واحده اللون اني لون؟ اللون الابيض ده؟ اه اه هو اللون الابيض. اللي هو فوق خالص؟ طب ما ده من 0 ل 2 ده. يقول لك هنا the cover soil made up primarily human and industrial waste products. لا ايه دي غلط، ما فيش هنا حاجه بتقول لي human and industrial waste products دي الحته دي. صح كده؟ يبقى ايه غلط. طيب the soil as deep as 14 meters below the surface contains traces of human development. فين 14؟ دي 14 ايه؟ عند الحته المسوده اللي تحت. الحته المسوده دي بقى عباره عن ايه؟ former road bed laid pleistocene sediments. former road bed. المفروض في فرق في اللون، المفروض في فرق في اللون بس الكتاب مش مبين. طب بنسيب كده بين طب جايب نسيبها بقى. The soil above 14 meters deep is made up of approximately 75% human industrial waste products. ما احنا قلنا ما فيش حاجه هنا بتتكلم عن industrial waste products في الحته دي. مش شايف حاجه كده. طب سي غلط؟ As a depth of less than as a depth of less than 10 meters below less than the surface there is some human influence but as the depth of greater than 10 meters there is none. لا ما دي مش واضحه برضه. الانسر بي او دي مش واضحه ليه؟ كان المفروض هو يديني هنا الالوان دي. الالوان دي مش انا مش عارف اي لون من اي لون. بس اذا قلنا كده تعال تعالى كده تاني معلش براحه. At depth of less than 10 meters اقل من 10 ايه اللي بيحصل بقى؟ يبقى كده انت اسف معلش. Below the surface there is some human influence. في تاثير انسان. طيب اظن في. But as the depth greater than 10 meters there is none. لما الاثنين فيهم تاثير الانسان ما هو former road bed اهو. لا الانسر از دي بي لان دي غلط. ليه دي غلط؟ ما هو الراجل بيقول لي مفيش في بعد 10 مفيش. ما هو في اهو، ما هو في تاثير اهو. مش في هنا بيقول لي فورمر رود بيد اهو، مش ده تاثير الانسان. لا هو بيقول ليس ذان 10 لسه برضه في شويه هيومن انفلونس. طيب ما هو في بعد كده بيقول لي از نان بعد ال 10 از نان. لا في، يبقى دي غلط. يبقى حتى لو مش متاكد من بي يبقى الانسر از بي. حاضر يا محمد فرج. مستر حد فاهم يا شباب؟ غلط. سي ليه غلط؟ سي ليه غلط؟ ما هو بيقول لي the soil above 14 meters deep is made up of approximately 75% human and industrial waste products. هي فين industrial waste products هنا؟ ما هو مش هي الانكومباستبل ويست والحاجات دي؟ 75% 75%. ما هو معاها فيروس ويست وبلاستيك ويست والحاجات دي كلها. يعني بتمثل 75% هنا؟ انا مش انا معاها ما حسبتها. لا ما انا متهيألي كده ما قلت مش شكلها مش 75 برضه.
كتير أوي 75 دي. لا الرسم مش واضح أوي برضه يا شباب، الرسم مش واضح أوي. كل الفيجرز بتاعته مش واضحة، مش عارف ليه كل امتحانات الـ ACT كده برضه كلها مش واضحة. طيب 34، طب ما 34 ده سؤال فوكاب، مش شايف حد سأل فيه غير حنين حمادة. انا محتاجه، انا ما خدتش بالي اني محتاجه، كنت بص على 36. انا محتاجه برضو 34. اه طب يا شباب دلوقتي انا مش شايف حد بيشتغل معايا كتير غير 7 8، يوسف شطة، احمد جمال، عمر عبد الباقي، خالد سراج، انا طبعا كده الناس اللي بتشتغل معايا، محمد احمد، مين تاني بيشتغل، محمود ابويب بيشتغل، يعني ادم محمد، الناس اللي بتشتغل معايا بجد بقى، انا عايزهم يشتغلوا معايا اشد من كده شويه. حلوه النقطه دي، حلوه صراحه، ملعوبه بامانه يعني. طيب الراجل ده مديني سؤال يا حنين، هو في حد يا شباب حل السؤال ده صح؟ هو حد يا شباب بص مش عايز حد اقول له حده صح يجي يقول لي ان حالته صح وهبده، وده مش حل صح يا حاج، ده كده دي بركه، بركه من عند ربنا جت معاك كده. ماشي يا عم، الصبر 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 مشغول، بس انا عايز بس احل. Advances in the medical sciences have saved countless lives. التقدم العلمي ده يعني انقذ حياة ناس كثيرة. And made the lives of many. Even the seriously ill much of more healthy and medical. هي healthy طبعا صح. Much more, لكن ما ينفعش اقول له much healthy and medical. ازاي اقول له healthy and medical؟ ازاي اقول له much more healthy؟ tolerable and manageable برضه نفس الحاجة، احنا بنعيد في نفس الكلام. انا لسه ما حلتش بس. اول حاجة طبعا هنشيلها طبعا سي غلط. ما ينفعش اقول له complicated واقول له expensive هنا، مفيش حاجة مفيش علاقة خالص. صح؟ اه. Patient and tolerant برضه ما ينفعش اقول له tolerant دي خالص. طب ما تولربل برضو، لا تولربل ينفع تتحمل، لا تولربل صح، تولربل غير تولرنت. تولرنت دي يعني ايه؟ جاي من يعني واحد متسامح مع حد، تولرنت صح كده؟ معناها فور جيفينج، فور جيفينج صح؟ اه. لما تولربل يعني ايه؟ ها بروبل محتمل صح كده؟ طب ما هو مانجبل نفس المعنى، احنا كده بنعيد الكلام. لا لا ما بقتش الكلام ده، بس حتى كده احسن ما اقول له هيلثي اند ميديكال، اصل مفيش حاجه اسمها ال ميديكال، لكن في حاجه اسمها مانجبل. يعني ممكن يتصرف، لحظه بس، مانجبل مش غلط يا حاج عمر، مانجبل دي ممكن مانجبل يعني تولربل او الاحتياط حواليه. انا شايفها ريدندنت، هي زي تولربل بالظبط. حتى لو قلنا كده احسن من هيلثي اند ميديكال، لو قلنا بجواز كلامك، اصل خد بالك من حاجه، سؤال من سؤال ريدندنسي، انت رحت في حته ثانيه برضه. مش بيختبرني في الريدندنسي، معلش ده سؤال مينينج، رونج تشويس ميكس رونج مينينج صح مستر. اتفضل. هو انا بس عشان الكمبيوتر كان فاصل، فممكن بس نرجع للسؤال ورا شويه، سؤال واحد احنا كده بعد كده قعدت كده كابتن ماجد ده بالكوبايه بقى 29 قريب يعني. دي الناس هتبتدي تزعل مني، والله مش إيه. والله ما قصدي ده، النت واللابتوب. انا عارف انك انت مش، انا قلت انك انت قصدك، انا قلت انك انت قصدك. لا لا خد بالك، اخد بالي حاضر. ماشي قول، عايز سؤال ايه؟ 29 بس. 29 حاضر، 29 ده حاضر. حلو الراجل بيقول لي تعالى من اول سنت صح كده. One on the one hand this is disturbing because it shows that the solid ground built on by them ولا they build on ولا build on by us ولا we build on. طب كمل مش عارف. On the other hand the classification study of the archaeosphere could be beneficial and not just for the work of archaeologists geologists in sense. لو رجعت قبلها بشويه هتلاقيه بيستخدم البرونون وي، فهي الاجابه هتبقى دي. قول بس بقى سيبك بقى ده عمو الدنيا. بيقول لي هنا ايه؟ This have called was we think. وي بقول لي وي اهي وي تبقى دي يعني؟ هقول له دي. وي بيلد اون. اه ودايما سؤال الانتسيدنت بيجي دي صح كده؟ او ما ينفعش نقول دايما صح؟ ايوه بهزر معاك، بلحق معاك. ودينا في داهية. 33 يا مستر بعد اذنك. ها؟
33. طيب يا سيدي سيدي شرحه طول قوي قوي. ده بص انا بعت لك لا 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 معلش مش 33 والله ما قصدي 33 والله ده مش 33 قصدي. عايز السؤال ده؟ لا 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 33 حليته عادي. لا انا لخبطت بس 35 احنا دلوقتي 34 اصلا. احنا خلاص 34 خلاص خلصناه 35 بقى. حلو قوي 35 قصدي 35 معلش 35 ما عملناهاش لسه. حاضر حلو حاضر صبر يا صبر الصبر صبرني بصبر المتصبرين. عين راجل بيقول لي 35. طب ما ده سؤال برضو فوكاب. وان افكت ها انا عملت ده صح انا ما كانش قصدي ان عايزه هو ولا ان افكت. انا عايز ان فيربال عايز ناون. انا بقول لك كوما جينيتك سيكوينسينج از ات ريليتس تو هيب. انا عايز ناون صح كده. يبقى انا هشيل اي وبي. افكت ده فيرب. افكت يا عمر افكت يا مجد خالد طبعا فيرب صح كده. انا اقول له بقى جيرند ولا اقول له ان افكت. لو اقول طبعا ان افكت طبعا دي ان افكت جينيت طبعا ده اكسبريشن برضو. انا بقول له ان افكت يعني بالتاثير ده بتاثير الحاجه دي. ان افكت جينيتك سيكوينسينج از ات ريليتس تو فاميلي هيستوري اند لايف تايم هيلث هاز سبوند. قلت لي لا خلاص فهمت. معايا مجد خالد مجد خالد معايا ناس عايزه 36. حاضر يا باشا حل 36 يا مستر فاهم معلش كان في مشكله بس بس. Which choice most effectively sets up the examples in the following sentences? طيب راجل بيقول لي يا شباب the following sentences صح كده؟ تعال نقرا مع بعض the following sentences. A large category of patients are expectant mothers who seek prenatal testing. Prenatal يعني اللي هو قبل الحمل ده ولا ايه ولا قبل الولادة قبل الولادة. Who seek prenatal testing to predict the likelihood of medical risks, transmittable diseases, inborn illnesses, and birth defects for their unborn children. A large category of patients are expectant mothers who seek prenatal testing to predict the likelihood of medical risks. I'll be talking about the problems. If children are particularly susceptible to illness just after birth. When it becomes a fault calls. With a large category of patients. Are expected mothers. In fact, I will start with children. And I'm talking about who? Patients of mothers. Patients of genetic counselors can be of any age. Little is known about the range of inheritable diseases. Little is known. لا. معروف هذا بقى بيقول لي who seek prenatal testing. مين اللي هو seek prenatal testing? The patients. The parents' behavior can often influence their children's health. مش بيتكلم على السلوك بتاعه. Answer must be B. صح كده كابتن عمر؟ فهمت. اتفضل. انا مش فاهم يعني دخل يعني حلينا السؤال ازاي مش فاهم. تاني الراجل كابتن صلاح بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي عايزين حاجه تمشي مع الاكزامبلز اللي جاي. ايه الاكزامبلز دي؟ A large category of patients are expecting mothers. الراجل بيتكلم عن ايه؟ على expected patients expecting mothers who seek prenatal testing to predict the likelihood يعني احتمالية of medical risks, transmittable diseases, inborn illnesses, and birth defects for their unborn children. هنا بتكلم على مين؟ على patients and mothers. مش معقول أبدأ بكلمة children are particularly susceptible. مش بقول له little is known ولا parents' behavior. أنا أقول له B. Patients' genetic counselors can be of any age. يعني بيقول لي a large category of patients. تمام
سهل كده. وردي 3 بس ناخد بس الاول 37. مين عايز 37؟ انين حماده وماجد خالد. عينين الدكتور ماجد خالد. عايز تخش طب وهندسه يا ماجد يا خالد؟ طب ان شاء الله يا مستر. الله يرحم عليك، يلا شد حيلك ان شاء الله. الراجل بيقول هنا ميديكال ريسكس وبيقول لي ترانسميتابل ديزيزز. طب ما يا ريس ما هو بيقول لك المخاطر الطبيه هي هي اللي هي ترانسميتابل ديزيزز. كنا كده بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ريداندنسي، بكرر الكلام. يبقى انا هشيلها. انا بقى يقول ميديكال ريسك ساتش از، بس برضو مش حلو لو قال ميديكال ريسك ساتش از ممكن، بس مش حلو قوي برضو. لا هو برضو كده كده يعمل ريداندنسي. ما انا بقول خلاص ترانسميتابل ديزيزز وان بورن ايلنسز، ادي الامراض اهي. هقول لك مخاطر ليه؟ ما انا بذكر لك الامراض بالتفصيل اهي. اه صح. طبعا طبعا في ناس بتفصل حلو وفي ناس بتفصل وحش، صح كده؟ يبقى الانسر از دي ديليتد. بنقول دايما يا شباب في اس اي تي ثينك اباوت ديليشن فيرست. واي؟ ديليشن ميكس ذا سنتنس كونسايس. دايما فكر في ديليت الاول، ان الديليشن بيعمل حاجه اسمها كونسيجن، بيصغر الكلام ويقلله. وامتحان الاس اي تي مبني على حاجه اسمها شوردر از بيتر. امتى ديليت غلط؟ لما تكون بتوقع معنى سنتنس. تاني عين حماده اسكاس كده الهرم. ها اقول تاني حنين ولا ايه؟ طيب 438 الاول. ماجد خالد عايز 38. بابا هنت اولز يا جماعه. طيب 30 بول يا رامي. مين اللي شيء؟ اكيد مش التشايلد ولا الادفايس هي اللي بتعمل ديسايد، ولا الجينيتك كاونت اكيد. المذر شي ديسايد. مين ديسايد؟ المذر. المذر طبعا. Depending on commentary, if she decides to continue with the pregnancy after a potential risk has been identified, لو هي هتقرر انها تستمر مع الحمل بعد ما في كده كده يعني خطر داهم تم التحقق منه، مين بقى اللي هتقرر تستمر؟ الجينيتك كاونسلر اللي هو راجل استثاري. الراجل استثاري. الطفل هو اللي هيقرر؟ ده لسه في بطن امه. يقرر ايه يا عم؟ ادفايس النصيحه هي اللي تقرر ولا المذر اللي تقرر؟ اكيد المذر. يبقى انسى ايه؟ السؤال ده ببص على السبجكت بس، في سؤال المس بليست موديفاير ده. لا ما هو ساعات برافو عليك شاطر، بس ساعات برضه بيبقى في تريك كده. بدأ في مارس 2017 كويشن نمبر 37. انا مش فاكر السؤال ده بصراحه. اي خدمه يا عم، اي خدمه. عد الجمايل بس. انت عمر يا احمد لو ما جبتش 800 يبقى سنينك زرقاء. حاول والله ده انا عملت معاك مجهود جامد قوي يا عمر يا احمد، حرام عليك. شد حيلك بقى. ماشي. عايزين 1600. هحاول ان شاء الله. انا خد بالك للاسف بشيل اعلى سكور معايا لحد دلوقتي في محاوله 12، وبقيت المحاولات اتلغت. الله ينتقم من المشربين من العمر. انا بجد اعلى سكور؟ لا لا اعلى سكور معايا سيف رامي 740 ابعته لك. ثانيه واحده. والله يا ابني انت ما غريب. السكور ده أول مرة أشيره مع حد، أول مرة أشيره بالصورة مع حد والسكور حلو كده. اتقل أهو عمر أحمد. يا عمر أحمد عشان بس تعمل الفيديو أنت مطمن. أهو يا باشا جايلك السكور أهو. السكور زاد 100 درجة معايا أهو، كان 640 وصلت 740 وصورته موجودة واسمي موجود على السكور ومتصور معايا. ماشي. تعرف مستشارات السكور ده يقول لك إيه؟ أقول لك يا عم ده سكور مضروب ومدي الواد ده فلوس. 41 شعب عيد شفتها عيد سافر والله اصبر. طب في حد يا شباب حل 40 صح؟ انا حليت 40 صح. طيب رزان عايزه 39. حاضر يا دكتور رزان. ده برضو سؤال نقف هنا بقى يا شباب. سؤال البنكتشويشن رزان بيجي في التيست يا محمد يا فرج 7 تايمز بير تيست. انا كطالب اس اي تي لازم عايز ده عايز لازم احله كم مره؟ يبقى ماشي. لازم احل السؤال ده ايه؟ لازم احله كويس قوي واذاكر البنكتشويشن من اريك. اهو الراجل بيقول لي يا شباب هنا thus reducing the risk associated with conceptions after the primary maternal and paternal periods of
fertility صح كده؟ مش هي طبعا اما طبعا اشيل دي او الواحده دي بتقول reducing the risk colon chasm صح كده؟ وما ينفعش اقول له reducing the risk comma associated with answer is C reducing the risk with conceptions صح كده؟ مظبوط اصل associated date ما ينفعش يبقى قبلها حاجه ولا بعدها حاجه. طب نرجع تاني لرزان ليه عملت اختار دي سي؟ ان سي ما فيهاش كومز وانا مش محتاج. ركز معايا في الرول اقول لك دي رول مهمه جدا جدا جدا. الرول دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي وي يوز ذا كاما وين وي نيد ات. وي يوز ذا كاما انا دلوقتي بقول لك سنتنس بقول لك جمله بالعربي انا رايح المدرسه ينفع تحط فاصله في النص انا كوما او انا فاصله رايح لا لازم السنتنس تبقى واحده كده كلها خبطه ببعضيها كده صلب نقطه واحده. Reducing the risk associated with كده المعنى مكتمل. لو انا حطيت كوما هنا هعمل حاجه اسمها interruption يعني هقطع السنتنس كده من غير المعنى هفقده. مستر حازم نوار هو في اماكن فتحت يا شباب. الراجل ده راجل شغال كوتش. في فوردي حد عايز فوردي؟ مين اللي عايز فوردي؟ خالد ماجد حلو قوي. انا هيدي السؤال ده عشان قاطر خالد ماجد وادب خالد ماجد. تعال هنا الراجل بيقول هنا ايه؟ As in the case of expectant mothers, comma, genetic counseling has many facets. Has many ايه؟ many facets. اول حاجه شايلها هي B و C لان B و C جايبها لي singular. الراجل قبلها بيقول لي many. ولو جاب مين يا ماجد يا خالد لازم اجيب بعديها بلورال. من ليه حاطط ابوستروفي اس اصلا غلط؟ بس من دي خلينا بس في النقط الاسهل ان بيقول لي انا ديت شلتها على طول من غير ما ابص على الجرامر لقيتها كده رحت شايلها. يابا خبر ازرق انت فكرتني بقول اسمها بتنجان يا عم ركز معايا يابا. السنس هنا يا راجل فاسد هنا بيقول لي فاسد دي سنجلر وهنا قبلها بيقول لي ميني. انا عايز حاجات كتير اقول له فاسد واحده بس ما ينفعش يبقى بي وسي غلط. طب هي A ولا D؟ نرجع تاني نرجع تاني وتاني تاني زماني. The two primary divisions are diagnostic. كوما سبلايس الراجل بيعمل ايه؟ ها؟ كوما سبلايس A كوما سبلايس فما تنفعش الاجابه دي. A كوما سبلايس the two primary divisions السندس دي independent والسندس دي independent يبقى هنا كوما سبلايس. كوما سبلايس يعني ايه؟ يعني independent كوما independent. Complete thought كوما complete thought. لا وهي السندس الثانيه بتشرح الاولانيه يبقى انا هعمل كولن. الكولن بتعمل ايه؟ explanation between the two sentences. مظبوط كده يا شباب؟ مظبوط. ماشي يا شباب. بعد كده كويشن محمد فرج عايز 41. حاضر. Which choice most effectively suggests that the two primary divisions are often not separate from one another. يعني not separate يا شباب. احمد جمال اصحى يا احمد يا جمال. صح العفريت الازازه يعني interconnected. يعني two separate يعني مرتبطين ببعض. لا ايه يعني ولا بي ولا دي لهم علاقه بكده في الاجابه. يعني متجوزين صح كده؟ ايوه. اضحك يا عم. مش معقوله complicated معقدين ولا سبيشالايزد متخصصين يا احمد يا جمال. ولا اقول له انت لا اقول له طبعا انتروايند يعني تايد توجذر. انتروايند يعني يا محمد يا فرج الكلمه دي برضه مش عجباني رغم ان هي الانسر مش عجباني لان ديت اظن حاجه فيزيكال اكتر. لا مش عاجباك ليه يا حاج واحده بس ده اخر روايات يعني الكلمه دي تنفع مع الحاجات الفيزيكال مثلا ذا روبس ار انتروايند حاجه كده. لو بتنفع مع اي حاجه برضه مش عارف ليه حاسس ان هي فيزيكال اكتر. بص بص انا مش عايز بقى تاليفات. السنس بيقول لك هنا ده انت كده جبت انا مش عايز انت كده جبت ابو الهبد كله هو مستر هاب مستر هابديشن صح كده؟ ماشي. محمد فرج معانا مش معايا يا جماعه؟ محمد فرج معاك بس. يبقى انا عايز حاجه ايه مرتبطه. طب هو بيقول لي انريتشنج. انريتشنج يعني باغني شيء بأسمن شيء بأكسر شيء صح؟ لا انا عايز حاجه مرتبطه. كلمتي انتروايند اللي جت اللي كانت في تيست
intertwined يعني يعني tied together يعني مرتبطين ببعض. يعني مرتبطين ببعض يعني مش separate. يا شباب في حد فاهم حاجة؟ الناس الحجاج اللي معانا اللي قاعدين معانا الحجاج بتوعنا. أحمد جمال أنا سألت أحمد جمال 15 مرة ما ردش عليا. تمام معاك يا باشا. طب ما تظبط ما تكلمني يا عم ما تلغيني كده. حاضر يا باشا. ماشي. حلو قوي. 43 حاضر. سامع شو 43 ده شكله سؤال صعب ده كله طالب 43 رغبة الجماهير ده ولا إيه؟ 43 آخر سؤال؟ طيب عشان نخش على الريد. حلو قوي. At this point, ماشي يا عم. The writer is considering adding the following sentence. الراجل عايز يضيف السنتنس دي. تعال اقرا بس قبلها كده بعد اذنك وبعدها. ما حدش يقول بقى حد عايز 44 حاضر يا حنين. طيب 43 يا عم كده بالراحه. 43 بيقول لي ايه؟ فين اول سنت؟ اهي. The National Society of Genetic Counselors was founded in 1979. ماشي يا عم. And the field has had some breakthroughs, يعني عمل إنجازات, such as prenatal testing for Down syndrome, become popular knowledge. ده عمل إنجاز, عمل التست ده. Even so, there remains abundant opportunity. يعني في فرصة متوفرة أو كتيرة for publicity, and many genetic counselors are determined to get the word out. Not only the patients, but also the general public. The number of children born with Down syndrome has decreased significantly since this type of genetic prediction became available in mid-1970s. انا لازم اسمع كلام عمر احمد ونقرا الفور تشويسز ونشوف الغلط ونشيله ونرجع نقارن بين الصح وبعضه ماشي كده حلو قوي yes because it offers an important reminder for those who believe that genetic counseling is not a morally demanding job غلط دي لكن مش بقول حاجه مورالي اخلاقيه هو الريزنز اللي هو حاططهم غريبة بس أنا شايفها ياس يعني الريزنز اللي هو حاططها انت اخترت ايه؟ انا ما كنتش عارف ما كنتش متأكد من اي انسر بصراحة لا ما هو ايه دي غلط ايه؟ بيقول لي is not a moral demanding job يعني وظيفة غير اخلاقية وايه دخلني في الحتة دي غلط صح كده؟ صح ماشي معاك step by step اهو is not a morally يعني ما نتكلمش عن حاجة أخلاقية أو غير أخلاقية أنا بتكلمش عن الأم المثالية صح كده؟ Yes because it provides evidence that genetic counseling has resulted in a new diagnostic possibilities برضو الريزن غريب بس أنا شايفها ياس برضو يعني برضو ما أقدرش أقول لحظة بس أنا بص خد بالك الكلام اللي موجود ده relevant مش irrelevant صراحة يعني honestly يعني ما أقدرش إن أنا أشيلها يا اصل ما اقولك ان هي بره الموضوع قوي صح كده بس هو حاطط ريزنز غلط احسنت لكن الريزنز دي غلط مفيش كلام يعني السؤال ده مش حلو هو مش عامله حلو برافو عليك صح طب تعالى كمل بس عشان اقولك الاجابه ايه طب نو بيكوز ات جيفز ان اكزامبل ذات از انكونسيستنت وذ ذا ورك اوف جينيتك لا هي كونسيستنت طبعا دي غلط انسرز دي No, because it offers an illustration that does not have a significant bearing. لا, it has a significant bearing. المفروض ولا إجابة صح. لا, برافو عليك. طب لاحظة بس خلينا نقرا كده دي تاني. أنا استعجلت. No, because it offers an illustration that does not have a significant bearing on this particular paragraph. لا, دي واحد. مستر, وتقريبا هو عاملها نوع عشان هو بيتكلم عن هم عرفوا ازاي يكتشفوا ان حد عنده الداون سندروم بس ما اتكلمش في الباسج عن في الباراجراف كلها يعني عن ان هو النمبر ما اتكلمش عن لا ما هو بيعرفوا قبل ما البيبي يجي ان احتمال يبقى عنده داون سندروم فدي بتساعد ان النمبر اوف تشيلدرن اللي عندهم المرض ده يقله فانا شايف ان الاكزامبل ديت بتدي سبورت يعني مش عارف خلينا بس خلينا هي نقرا الكلام ده تاني بالراحه بس
يعني هو عمل كورليشن مبنيه على اللي هو مكتبه. يعني انا هقرا تاني بالراحه بس اديني فرصه اقرا تاني بالراحه. The National Society of Genetic Counselors was founded in 1979 and the field has had some breakthroughs such as prenatal testing for Down syndrome have become popular knowledge. The number of children born with Down syndrome has decreased significantly since this type of genetic prediction became available in the mid-1970s. Even so, there remains abundant opportunity for publicity, and many genetic counselors are determined to get the word out, not only to patients, but also to the general public. Right. I know because it offers illustrations that does not have significant bearing on this particular paragraph. ما اقدرش اقول ان دي غلط او برضه لا مش حلوه دي منه. يعني دي طشت منه بصراحه. انت عارف ان لو كان شاد سيجنفيكنت بيرج وانا حاطط كلمه اندر ماين كنت اقول لك 10 على 10. ليه اندر ماين برضه؟ انا مش شايفها اندر ماين. يعني بالعكس سترينثنز. ما هو اصل ما انا قلت لك ليه اندر ماين برضه؟ اصل هو هنا مديني ريزونز مش صح. فانا هشيلها. طب ازاي اختار حاجه مش ماشيه مع الكلام؟ يعني بقول له ضيفها عشان ايه؟ عشان مور ديماندنج. انا بقول السؤال ده كله على بعضه مش معمول عدل. خلاص يا عم نسيبه خالص عشان ما نضيعش وقت. مش مهم. نروح ل 44. نروح لايه؟ ل 44 ماشي كده؟ حنين حمادك اللي عايزه 44 صح كده يا شباب؟ ولا يا ناسي؟ اطلع فوق شويه. حد عايز 44 يا شباب؟ حاضر يا حنين حاضر. بيقول لي سنتنس 2. تعال نقرا سنتنس 2 يا عم. سنتنس 2 بيقول لي هنا ايه؟ How effectively they communicate. يعني communicate بيتواصلوا. Their findings can findings كلمة مهمة جدا. At the most basic level be a matter of life and death. At the most basic level be a matter of life and death. حلو قوي قوي. بيقول لي placed where it is now. How effectively they communicate as if the field is perfect for those with an interest in science and education. How effectively they communicate their findings. لا ما فيش هنا اي findings. ما فيش اي اكتشافات بتتكلم عنها. ما فيش اي اكتشافات في الجمله اللي قبلها. غلط. Placed before sentence one. How effectively they communicate their findings can the most basic level be a matter of life and death. The field is perfect for those with an interest in science and education. طبعا يا شباب دايما دايما deleted from the paragraph دي ما جاتش ولا مره صح في اي امتحان اس اي تي. الناس اللي اختراعوا دول ديليت دي عمرها ما جت ولا مره صح في اي امتحان اس اي تي. طب placed after sentence 5. طيب براح. Genetic counselors like addiction or employment counselors are fundamentally educators. How effectively they communicate their findings can, normal counselors yani, at the most basic level be a matter of life and death. After sentence 5, صح كده؟ دي جوه الموضوع ما ينفعش احطها، ما ينفعش اشيلها. و place where it is now ما ينفعش ان هو هنا قبليه بيتكلم على الفايندنجز. place before sentence 1 قبل كده جت where it is now صح؟ قبل كده جت قبل كده نوع السؤال ده جه ايه قبل كده اللي هي where it is now صح؟ يا عم سيبك من كلام محمد راجل ده راجل بيهاد ما بيجيش كده على طول يخرب بيت. ده جت في ده جت في مايو 2018 نورث امريكا كويستشن نمبر 33. اي خدمه يا عم؟ وتيجي تقول لي اس اي تي. اس اي تي مين يابا؟ صح كده؟ اه اي خدمه اي خدمه. قابلت الحاله دي قبل كده؟ لا. اه فهمت حاجه يا حنين؟ حنين حماده فهمت ولا اقول تاني؟ حنين حماده
طيب اكيد. طيب يبقى دايما يا شباب مفيش في اي امتحان اولد اس نيو اس دي ري اس اي تي جت السنتنس دي اشيلها جابها لي ديليشن ولا مره جت صح. بس مش معنى كده ان احنا نشطبها على طول ما لا كل حاجه لا ليها لا اول لا غلط اكبر غلط. اتفقنا ان في رول نمبر 3 قبل ما جت قبل كده ما كانتش برضو جت وبعدين في مره جت زي ما حضرتك قلت. برافو عليك. ده كان معايا طالب اسمه محمد ايهاب جايب 390 بس مش في الانجليش قصدي في الانجليش بس مش في كله 390 وكان الواد ده ضد الهاكس كان محترم قوي في سنتر التجمع. اه في الرايتنج ولا في الريدنج جاب السكور ده؟ ها؟ جاب السكور ده في الرايتنج ولا في الريدنج؟ في كله في كل كليله شاكب راكب. اه الناس المجتهدين يعني. فقال لي ايه؟ قال لي اتضمننا مستر وليد يجي في حزنة وتيجي صح. قلت له برافو عليك يا ابني انت واد محترم. قال لي لك ربك ومش عارف فرح قوي طلع بره شرب سيجارتين كده ودخل تاني. ماشي كده يا ريس؟ ماشي يبقى كده يا ريس هنا. طب الساعه 8 و10 8 8 بدل ما نخش في الريدنج ونفصل عشان الباسج بدل ما ناخدها تاني ناجل بقى ايه الدقيقتين دولت لايه؟ للمره نعوضهم المره الجايه. ماشي كده يا شباب؟ ماشي كده احسن برضو. بقيت نبدا الامتحان من اوله. ماشي كله معايا يا شباب؟ ايوه. يبقى احنا عندنا هوم ورك ايه يا شباب؟ تسترتين. وده تسال على فكره خلاص صحيح نسيت اقول لكم الامتحانات اللي فاتت دي كلها كانت صعبه شويه من اول هنا بقى امتحانات تافهه اي بي جلوبال حلوه ولذيذه وما فيهاش اي مشاكل يا ماي. ماشي كده؟ تمام. القكوا على مستر معلش تعرف حاجه تعرف حاجه مستر اتفضل حضرتك دلوقتي انا ليا في السنه كم محاوله ماكسيمم اخش كل يعني تتحسب انا ممكن اخش كل محاولات بس هم كم محاوله عليا يعني كم محاوله عليك مش هيبقى مالي يعني هو اصلا كل محاولات عليا عادي ادخلها واعلى درجه بتتحسب ايوه طبعا عندنا حاجه اسمها سكور تشويس سكور تشويس يعني باخد اكبر سكور من الانجليش ركزوا معايا يا شباب ده سؤال مهم قوي ماجد خالد الناس اللي مشيت باخد اعلى سكور من الانجليش فرضا في طالب معايا جالي اسمه عبد الله علاء جاب اعلى سكور في الماس في اول مره حلو كده؟ حلو في اول جريد 11 اول محاوله خالص وداخل بعد كده خمس اربع محاولات جاب المحاوله السادسه سمع عني قال لي انا جيت لك سمعت عنك خد مع كل مدرسين مصر جاب اعلى سكور في المحاوله السادسه في اخر جريد 12 خدنا اعلى سكور في الماس من اول جريد 11 وجبنا اعلى سكور في الانجليش في اخر جريد 12 الكلام ده اتلغى يا مستر انا سمعت ان الكلام ده اتلغى ما بقاش هو ينفع عربوزه بس يعني انا ينفع اخد سكور الماث من ترايل ويعني وسكور الانجليش من ترايل واحده ثانيه اه اتذكر بالخير ان معاذ رضا ابننا ايه معاذ رضا انا مش عايز سكوره معاذ رضا جاب اول مستر بيقول ان الموضوع ده لغوه من مصر الناس اللي بتهبد ركزوا معايا يا شباب معاذ رضا في أول محاولة دخلها ماس في مارس 2018 جاب كام بقى؟ اسمع المفاجأة دي يا أحمد يا جمال جاب 790 من غير أي درس ماس وسكوره عندي حلو كده؟ بعد كده كان أخوه عندي اسمه عمر كان جديد مدرسة المدرسة في السعودية حلو كده؟ كان مدرسة اللي فين؟ جه خد معايا قعد معايا لحد آخر جريد 12 بس بقى كان بينقطع ويجي وكده عشان بس إيه وطبعا خايب أملي فيه كنا عندنا امل كبير جدا 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 ان هو يروح ستانفورد كان عندنا امل كبير جدا مستر مش هو ده اللي قابل نفس السنتر قبل كده برافو عليك شاطر جالي سالم جامس جالي سالم هندسه السنتر برافو عليك اللي عرفتكم عليه ايوه الله يفرج برافو عليك انت فيك الخير يا ابني والله جايب هندسه عين شمس جايب 640 وللاسف الشديد جدا هو السنه دي عندي بيفكر ان هو يروح طب خاص يروح يسيب هندسه عين شمس ويروح طب اسنان خاص مستر دلوقتي انا ليا في السنه كام محاوله سته ولا ديك ست محاولات على حسب هو استنى جلال استنى يعني انا دلوقتي ليا ست محاولات في السنه ف بص يا رايك بص بيختاروا منهم اعلى واحده يعني ركز معايا ليك اغسطس ليك ايه اغسطس وليك آه طبعا تسعه دي استثنائيه وليك اكتوبر عشر. حلو كده وطبعا نوفمبر هيلغوها بعد كده حلو كده وليك ديسمبر وليك مارس دي اس اي تي بس بس اس اي تي بس طبعا سبتمبر عشان سبتمبر برضه اس اي تي بس مش سبجكت مفيش سبجكت مايو فيها الاثنين جون فيها اس اي تي سبجكت بس على عكس مارس مستر حلو اتفضل في ناس بيقولوا ان موضوع ان انا اخد اعلى سكور من ماث من محاوله واعلى سكور من انجلش من محاوله اتلغى من مصر اتلغى من مصر جامعه عرب وزه بس وجامعه كيلو باميه
اه تمام كده كده ما اتلغتش. الناس دي مني يعني ده كلام هبل يعني. موضوع يعني ما اتلغاش الحوار ده. النادي الجندي يا شيخ ما اتلغاش الحوار ده يا عم الدنيا. بس حوار ايه بتاع عارف في قهوه حوار ايه بس وبتنجان ايه؟ اه ما اتلغاش النادي الجندي. تمام تمام دي ام المثاليه يا ها. ايه الحقيقه مصيبه اقعد مصيبه. قال في عبد دوبه بيسال يا ودي اللذينه. طيب ماشي عايزين حاجه. طيب شكرا يا مستر. شكرا شكرا على السندوتش. لا تمام يا مستر. طيب ماشي وحشودي والله. السلام عليكم. والجمعه هو حد من الجمعه ما جاش معاه سندوتشات ماشي. لا مستر ده لازم. طيب ماشي اما نشوف. طيب اشوف اخدت معاك كويس. مع السلامه يا صادق. مع السلامه. سلام يا مستر.